مرحبا بكم الكل، مرحبا بالحضور ومرحبا باللي يتفرج علينا على فيسبوك لايف. انا محمد حداد، رئيس تحرير بر الامان واللي مستقبل في الفيلم. كل دينا ورونا باش نتحدثوا في موضوع مباشر واللي العنوان نتاعو حدثت ونادي تريدي زبيتي. العنوان كان بعض الشيء بروفوكور، خلينا نقولوا السلاح المستدامه موضه ام بديل حقيقي. نجم نطلع عليكم نشيل العنوان نتاعنا توا ومرحبا بالتفاعلات نتاعكم. كلمه عندك نادي، تفضل. شكرا محمد، شكرا محمد علياني في الريجي. مرحبا بكم الناس الكل في لايف جديد من لايف نتاع بر الامان. انا ندى تريقي من فريق بر الامان للبحوث والاعلام، ومعايا اليوم ريم مثلوثي رئيس جمعيه الفلاح المستدامه. مرحبا بك ريم. ومعايا زاد جهاد بدري وهو فلاح من منطقه التربه. مرحبا، شكرا على الحضور وشكرا على حضوركم انتم. موضوعنا اليوم هو الفلاحة البديلة ولا الفلاحة المستدامة. عام 2019 كان عام الاحتجاج الفلاحي بامتياز. الفلاح معاش خالط ومعاش خالط يحيى حياة كريمة، فما رقم مرعب قالوا رئيس اتحاد الفلاحين اللي هو انه 12,000 فلاح وقفوا نشاط فلاحي وهملوا أراضيهم. مع ذلك قاعدين نشوفوا في مجموعة من الفلاحين اللي هما قرروا انهم يمارسوا الفلاحة لكن بطريقة مختلفة، يمارسوا فلاحة لكن فلاحة بديلة. اليوم حبينا نسألوا يا ريم، شنو هي حكاية الفلاحة؟ شنو هي حكاية الفلاحة المستدامة ولا الفلاحة البديلة اللي ما بيناتها الفلاحة المستدامة؟ مش نحكيوا عليها زيادة. الفلاحة المستدامة احنا ترجمتوها الفلاحة المستدامة ونترجموها الفلاحة المستدامة، اللي هي الكلمة نتاع الجمعية اللي هي بيرماكولتور، معناتها اغريكولتور بيرمانون. مش حاجة جديدة، عندها تقريبا 40 سنة. عملوها زوز رجال من استراليا، مشاو داروا في العالم وخذوا الحاجات اللي التقليدية من جهات، وعملوا كتاب بالتوم اللي اسمه لا بيرماكولتور، توم 1 وتوم 2، اللي توا قاعدين نقراو فيه في العالم كامل، في دي معناتها دي فارماسيونيل في العالم باللغات الكل. وفما بلدان اللي بداو فيه الحكايه هذه عندهم 20 و25 سنه و30 سنه. احنا توا في تونس الفلاحه المستدامه والبيرماكولتور هذه حاجه جديده على الاخر. بدات الجمعيه هي في 2015، بدات بزملاء يعرفوا بعضهم وعندهم علاقه بالفلاحه وعندهم سورتو معناتها يخموا كيفاش ينجموا يبدلوا الفلاحه وكيفاش ينجموا يغيروا خدمه الفلاحه في الاوبجيكتيف نتاعهم، ياكلوا حاجه نظيفه من عندهم هما. واضح، حاجه نظيفه ومن عندهم هما. اي يظهر لي هون نبداو نطرقوا للديفيرونس مع الفلاحه اللي نعرفوها الناس الكل في تونس اللي هي مدوله اكثر. علاش معناها اذا كان نحكيو على بديل اليوم، فبديل الحاجه مستقره ديجا، شنو هي الحاجه المستقره؟ شنو هي الاشكال اللي فيها؟ علاش نحبوا نبدلوها؟ باهي، في التوانسه توا اليوم عندهم يوتيوب، عندهم فيسبوك، عندهم المعلومات الكل موجودين، يا يتفرجوا في لي دوكيومونتير نتاع العالم ويعرفوا اللي فما مشكله في الفلاحه وفما مشكله في القاعدين ياكلوا فيه الخضره اللي والغله اللي قاعدين ياكلوا فيها كل يوم، اللي يشريوا فيها كل يوم. في بالهم اللي السويم طلعوا على خاطر فما قشره في الوسط، على خاطر الفلاح اليوم كنا قبل معناتها التوانسه الكل عندهم جدهم ولا شكون في العائله اللي عنده ارض سواء مهمله سواء عنده على الاقل زيتو في العائله. هذه حاجه اللي معناتها الثوره عندهم شويه اكتارات اكتار شطر اكتار عندهم جنينه اللي نجموا ياخذوا فيها منها على الاقل زيت زيتونه. كيما العالم الكل، الشباب تونس والتوانسه الكل يقول لك يا اخي علاش زاده العالم هذا توا ما عادش نجموا نعيشوا كيما قبل. مش كيما قبل، ما عادش نجمو نعيشو العيشة اللي قاعدين نعيشو فيها، اللي هي البوليسيون في البحر. حتى كي تشري أنت الحوت وليت ما عادش تعرف تشري هذاك الحوت ولا من عند أنا صيّت مش تشري الحوت.
نعرفوا الحوت مربي، نعرفوا الحوت قاعد ياكل، نعرفوا الدويات اللي قاعدين يستعملوا فيهم الفلاحه، نعرفوا المطر ماش فما المشاكل نتاع الماء. دونك اليوم التوانسه قاعدين يلوجوا في عيشه اخرى، عيشه جديده، يرجعوا للارض، يرجعوا للطبيعه، وكيفاش نجموا يرجعوا لها. وفما بروجيت كيما نتاع جهات اللي هو كان عنده خدمه اخرى تو يحكي لكم، وبدل غير كومبليتمون، وعنده ورثه زاده من عند بوه كيما برشا توانسه، وقال لك الورثه هذيك مش باش نخليها وباش نعمل بها بروجي كامل افيك معناتها ان موديل ايكونوميك، وقاعد ماشي والحمد لله. قاعد ماشي والحمد لله، حاجه باهي على الاخر. جهاد حبيت نسالك انت تو كفلاح ممارس للبرماكلتشر، ديجا تعرفك للبرماكلتشر؟ بالنسبه لي انا دونك البرماكلتشر هي اي حاجه ما يحبهاش الانسان تحبها الارض. احنا نحبوش النظافة، احنا نحبو النظافة، الأرض تحبو سخ باش تعطينا في الأخر الأرض حاجة نظيفة ناكلوها. وسخ الكل اللي يرى الإنسان يراه حاجة ما تقربش، بكتيري، زبلة، ديشي معناها نتاع الجر، الجردان يقص في الجردان ويلوح. دونك يحب الإنسان يتخلص من هذا الكل، يحب يرى الأرض نتاعو نظيفة، الجردان نتاعو يحب يراها نظيفة، يجيب تراكتور يحرث. دونك هذاك الكل بالنسبة للإنسان حاجة نظاف. باركونت بالنسبه للارض هذيك كلها حاجه هي اللي تستحق. دونك انا نسمي لا بيرماكولتور سي سي اون فيت الي اون ليان افيك لا تيغ، لا تيغ سي سي لالشيميست دو بروميير اون. ياخذ حاجه ما تعجبش العبد الانسان الكونسوماتور يردها حاجه ان كادو دو سيال. يعني هذه هي انا كيفاش ديفيني لا بيرماكولتور. الارض هي او سنتر من الكونسيبت نتاع البيرماكولتور. في لي ديفينيسيون نتاع البيرماكولتور اللي يتم التداول عليهم يحكيوا على انه البيرماكولتور ابعد من انها تكون فلاحه. ماهيش فلاحه البيرماكولتور، ماهيش كان فلاحه اي البيرماكولتور كلها مود دو في. هذاك علاش قلت لك التوانسه ما يحبوا يغيروا زاده كيفاش هما قاعدين عايشين، وين يسكنوا، الباني قاعد فما ديجا في تونس قاعدين يحبوا يبنيوا حاجه جديده اللي اسمها ليكو كونستركسيون، يلوجوا يعملوا دي فورماسيون، يحبوا مع يركبوا على بسكليت باش يمشيوا يخدموا. معناتها الافكار هذو موجودين، والبيرماكولتور هذو افكار معناتها كيفاش انت تعيش في دارك مع جيرانك مع حومتك مع بلادك ومع الخارج من بلادك زاده. دونك المود دو في هذا هو الشخص الناس معناتها انسان هو في الوسط مع الارض، والارض والانسان معناتها ان اكيليبر كومبلي. الارض في البيرماكولتور الاكثريه سواء يعيشوا بحذها معناتها مش عندهم ارض في صفاقس وهما يجيوها يزوروها كان مره في الجمعتين ولا مره في الشهر، اللي يخدموا بطريقه البيرماكولتور عندهم دارهم ماهيش بعيده على الارض نتاعهم، ولا كاريمون يسكنوا في وسطها، عندهم دارهم وعندهم الدنيا الكل موجوده. وزاد الحاجه البيرماكولتور راهو نحكيو في الفلاحه البيولوجيه، اما نحكيو زاد في الديفرسيتي التنوع. البيرماكولتور ماهيش كان زيتون، ماهيش كان بركدين، البيرماكولتور خضره وغله ولحم ودجاج وعظم وغبار وتوريسم وتابلو دوت وبرشا حاجات. معناتها وهذه حاجه قويه برشا في البيرماكولتور، هذه اقوى حاجه في البيرماكولتور الديفرسيتي نتاعها. فهمتك. يعني توا من تجربتك يا جهاد، انت مستغرب فلاحي، حسب التجربه اللي عشتها مانيش عارفه وقتاش انت بديت التجربه نتاعك في 2011 دونك 2006 بدات 2006 جو مو سي بوزي اون كيستيون. انا ارض فيها 14 هكتار كي نون برودكتيف فيها زيتون ما يجيب حد في حد شيء مريض. من وقتها دونك بدات الفكره نتاع كيفاش جو دوفري ريبونسي لا مانيير دو جيري لا تير. وهذا النوع من الفلاحه بعد ما انت عملت اعاده التفكير في كيفيه توظيف الارض، هل انه بعد قديش من عام توا استغلال يوفر مدخول محترم للفلاح؟ هذه مشكله كبيره. المدخول، اي مشروع فيه مدخول اسمه مشروع. البيرماكولتور هي ميثود ماهيش مشروع، لازم تدخلها في مشروع. احنا نخلطوا ديما الفلاحه نسميوها مشروع، هي الفلاحه تنتج تنتج ماده اش اسمها ان برودوي، لو برودوي هذاك لو بروبليم ماجور سي كومون فوندر سو برودوي.
وذيك هذاك هو الديفينيسيون تاع المشروع. انا بحكم اني انا مهندس وكنت نخدم في اداره المشاريع، المشكله اللي لقيتها انه عندنا امالغام بين تفسير ها كلمه المشروع هذه. عندي ان برودوي كيفاش نبيعه؟ البرماكولتور هي ميثود، كاينه عندي ماكينه في عوض نستعمل الماكينه هذه، نستعمل ماكينه اسمها برماكولتور باش تنتج لي الاخرى تنتج خضره وهذه تنتج خضره. من بعد كيفاش نبيع المدخول هذاك؟ هذاك يرجع للبيع في المشروع. معناها مش فيها مدخول ما فيهش. انا هل توفر حياه، هل تمكن الفلاح انه يعيش عيشه متكفيه؟ هذا السؤال. باهي. ديما السونتر دانتيري نتاع اي مشروع اليوم هو الانسان. الانسان كان ما فيقش انه عنده مشكله نتاع امراض تاع كونسير اكسترا لطف كل شيء، ما يخممش في البرماكولتور، ما يخممش في الاجريكولتور بيولوجيك، ما يخمم في حد شيء. ليغويزم ما خلى انه يقول انا بشنو ناكل بيولوجيك. اليوم احنا المشكله اون فوكاليز على شنو؟ على التراب. اليوم لا تيغ كي اون تران دو مورير مش الانسان. دونك اذا التراب متلاوش بيه، لا برماكولتور تعطينا سيت شونس دو سوفي نوتر بارسيل لا تيغ. بعديك نمشيو لحكايه نجم نعيشو ولا ما نجمش نعيشو. ارض تستعمل فيها الدويات برودوي سانتيز الي اون ديكروسونس، اي حاجه عندها بيك تعطيها دواء وتعطيها تنغيشي في الاخر الفا سافيبليغ وتطيح. الاخرى العكس، دونك الاخرى باش تولي تمشي اون كروسونس. دونك انت فلاح تبيع فيه طماطم كنت تبيع فيه بطريقه كونفونسيونيل، يا اخي خممت نهار باش تقسم الارض نتاعك تردها مي كونفونسيونيل ومي مانيش نحكي على البيو، مازال نحكي على التراب، ورديت تخدم اون بيرماكولتور. اش عملت؟ دونك فلاح هو بيدو عنده، يبيع للسوق هو بيدو، يبيع للنسل هما بيدو. يلقى روحو الارض نتاعو على اغوش ولات برودكتيف خاطر اللي تون تران دو نون ريشير، والاخرى ماشي تموت. دونك سو فوندور لا سي ان فوندور ابري تو، اسكو اللي تون تران دو فيفغ ولا دو سوفي سون افنيغ ولا لا؟ اللي تون تران دو سوفي ا مون افي اللي تون تران دو سوفي سون افنيغ او ليو داتوندر باش يقعد يستنى هو اسكو باش يلقاو له دوتر برودوي سانتيز باش يعاونوه باش يحسن الارض، والا اللي تون تران دو 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 دو, دو de surmonter avec le problème avec. Pourtant, enfin, ma bête, je crois que nous sommes libres. يعني مثلا عندنا فلاح في انترتيان عبر الامان، فلاح من منطقه العاليه ولايه بنزرت عنده وجهه نظر مختلفه، يقول فيها انه الفلاح ما عندوش حل ومجبر انه يداوي، خاصه بالنسبه خاصه اننا نعرفوا انه مش ناس كل عندهم اللوكس باش يقسموا الارض، مش ناس كل عندهم اللوكس، خاصه انه عندنا 80% من الفلاحين ارضهم اصغر من 5 هكتارات. دونك يقول انه الامراض الارض مليئه بالامراض الفطريه لي مالادي فونجيك، والفلاح فما ريسك كبير انه يخسر منها ما يربحش منها. دونك يقول اصلا انه العبد اللي يحكي على فلاحه بلاش تويت هو انسان غير واقعي. شنو قالكم في الصيف؟ اسمع، الفلاحه راهو خدمه، الفلاح اللي يقول لك بالحق راهو سوليسيون فاسيليتي، صب دواء وانتي مخك راهي، ولا صب ديزانترون شيميك وتقعد تتفرج بسبع. راي كي تحب تخدم الارض وتردها تربه فيفونت، كيفاش تترجموها؟ عايشه، تير فيفونت، حيه، تير فيفونت. اللي معناتها معناتها حيه، معناتها فيها كدود وفيها كلي كلوبورت وفيها برشا حاجات في وسط الارض اللي الارض تستحقها باش تنجم باش تتنفس باش تشوف باش تكبر الخضره اللي فوق منها الاشجار والكل. هذاك يلزم وقت. راه ما تنجمش انت تمشي للفلاح وتقول يا احنا في الجمعيه نحاولوا نمشيو للفلاح ونجيبوهم ولا هما يجيونا، هايا انا توا نحب نولي نخدم بالطريقه نتاعكم انتم، هايا كيفاش نعمل؟ راني انا هذيك هي عيشتي، ما عنديش خدمه اخرى، دوك عاونوني كيفاش من بعد وين باش نبيع؟ به يلزم راهو يتعلم، ما ينجمش يتعلم اليوم يعرف حتى شيء وغدوه يولي يعرف. شكون اللي قاعد سلكها بالكدا؟ اللي الراجل كبير الشيب اللي يخدم بطريقه قديمه وما يعرفش برشا وما يحطش دويات، يحط شويه امونيتر هذاك ودي ابي خاطر هذاك هما الامونيتر تسخنوه حاجه مش دواء، قلت مش دواء، ليه ما نداويش؟ حط شيء انا مش امونيتر، الامونيتر هذاك لازم. مي سي با غراف معناها اي مسيش احنا يسك كان امونيتر نفرحوا به نبداو شيخين ونشوفوا كيفاش نجم ينحي الامونيتر هذيك هذاك باش يبدا يخدم طريقه اخرى. راهو كي انت اول حاجه يلزمك تعملها
اللي هو وجي هذي نجم عندك لي كومبوست. لي كومبوست كاملين، عندك كومبوست نتاع الجار وعندك كومبوست نتاع الخضره، معناتها كل حاجه عندها الكومبوست نتاعها، وعندك لي بيغان معناتها دي زونغري اللي تعملهم من الطبيعه. راهو حاجه الباهيه في البيرماكولتور كيما قال لك الزبله الكل الزبله اللي ما يحبوهاش العباد احنا نستعملوها. فما بلدان يستعملوا les urines، les urines de vache هذيك عندهم، هذيك عندها قيمه زاده. مثلا الماء احنا ما نحبوش روحنا مبلولين، نحبوا روحنا شيحين. التراب يحب روحه مبلول، اللي كونترول الاتفومان اللي حاجه اللي ما تحبهاش هو يحبها. فقم مليح ترقى انه لوميديتي الى الدور، لوميديتي لو سول ان الدور با لو، ما يحبش الماء، يحب لوميديتي خاطر الماء يخلقه، يحب ادخل كوفير، ما يحبش الشمس. الشمس باش تضيع له لي ريون او في، باش يضيعوا له الدنيا كلها في وسط التراب. يحب يدم غطي، احنا نحبوا تجي الطقس تحفون نحيوا حوايجنا نبداو قاعدين في البحر ولا اكسترا. هو لي التراب لي دوك تراب يفي تو كونتر سكو لوم ادور بور دوني ا لوم سكس كي لادور. فهمت هذيك لا بيرماكولتور لوتر سونس اللي هي لاكولتور كونفونسيونيل، تعطي فيزوالمون لا بوتي مي ريالمون اللي تون تران دتر ماساكري خاطر لي برودوي ميم كيميك اللي تحطوا يتشرب الفلوس. فالله يقول لك انا جو ناريف با اكوفري مي شارج، مي هو ريالمون اش قاعد يعمل؟ قاعد يمشي ويطلع لي شارج، قاعدين يكبروا يكبروا يكبروا، وهو يقول زعما منين جاي المشكله، مانيش قاعد نبيع، يحب يطلع في السونتر الفونت. متخيل هو اوتوماتيكمون احنا باش تزيد لي شارج باش نطلع في البري. هي في العالم كامل يقول لك يفو مينيميزي لي كو قبل ما تطلع في البري. دونك الفلاح اليوم عنده مساعد مش محاسبي، عزيزه كان محاسبي. هذه قاعده وليت الفلاح عنده، سامحني خاطر لازم نكمل الفكره هذه. اللي تير اغريكول اليوم عندنا موين دو 5 هكتار معروفه، 80% اللي تير اغريكول 5 هكتار، معناها كلها ما عادش فلاح. داير انا خدمتي مانيش فلاح، نسمى جارديني. انا تويك اسمي جهاد بيتري جارديني ماريشي، ثم فرق بيزون حاجه اخرى. مي جارديني ماريشي لا جاردينيري ماريشير تخدم على دي سيرفاس صغار، و ال سو ديبلاس في دي سيرفاس صغار، ماهيش تخدم على اون سيرفاس كبيره، و دي سيرفاس الكبيره تقسم على سيرفاس صغار. دونك لا فيزيون دي شوز تتقلب، وتلقى روحك من الاول كنت انا كي نشري زريعه من عند اللي يبيع في الزريعه بطاطا مثلا، ناخذ ان كيسون يضحك علي، كيسون بالنسبه لي انا سي ان تريزور. هذوك فلاح واحد اخر، دونك انا في كرهبتي نهز كيسون يسوى 50 كيلو، فلاح الاخر مش عابي تورنادا في كرهبته، يكسر كرهبته في اثنين، يمشي يزرع، لازم يحط دواء برشا. انا بكيسون واحد جاريف ا ساتيسفير لو بوزوان لي بوزوان دو مي كليون، اللي ما نسميهمش دي كليون، احنا عندنا دي كونسوماكتور، معناها عنده تويكا 6 سنين، هما يسمعوا في جهاد من قبل كيفاش باش يزرع، عمره ما راه شيء، نحكيو في العوام الاولى. ولاو دي كونسوماكتور خاطر يشاركوا معاك ياخذ كيلو بطاطا راكو ما حطوش بيه في الدار ومش في ياكلو، جوست على الفازا يجي يشري. واضح. عايش سامحني قبيله على النجم يعيشوا بها منها ولا لا البيرماكولتور. فما اون ايتود تعملت فرانسوا ليجي هذا شيرشور في الينغا في فرنسا، تبع 4 سنين فيرما نجم تشوفوها الكل على الانترنت، الباكلوان، الباكلوان في الشمال نتاع فرنسا، تبعها 4 سنين. في قداش يخرج، قداش يدخل، قداش من خدامه فما، قداش يبيع، وخرج اتيود كامله على ولا بروفي اللي اون فيرم اون بيرماكولتور تنجم تخرج منها دي سالير، معناتها خدامه ومعناتها هذاك سالير معناتها سافا، وانت بيدك تنجم انت تعيش منها. دونك هذه سي اون ايتود اللي موجوده لينغا في الباكلوان، تحطوا على انترنت باكلوان ولا انغا ايتود بيرماكولتور تلقاوها. دونك هذه سي تري امبورطون، هذيك معناتها احنا في تونس مازلنا ما عندناش، خاطر جهاد مسكين قلت له باش تكرهني من الاخر، خاطر كل مره يكلموا فينا الوزارات ولي لي بايور ولا كوبيراسيون الموند وسويسرا وكل، نبعثهم الجهاد يقولوا لي فماشي اكزومبل اللي حط قاعد هذيك خدمته ويعيش منها. نبعثهم الجهاد خاطر عنده ان موديل ايكونوميك انتريسون، اللي حتى الشباب اللي عنده ارض ملوحه توا دي بالحق معناتها فما اراضي مهملين، علاش؟ خاطر معناتها الشباب يقول لك كيفاش منين باش نديها، هذيك ماهيش خدمتي. ثاني حاجه جهاد كان مهندس،
انا جوستمون جو فولي انتر انا مانيش فلاحه انت ماكش فلاحه جيت ماش فلاح اي سي اون مود نتاع لي نون زاغريكولتور باش يوليو فلاحه جدد والا لانه هي فلاحه نتاع جماعه اللي عايشين في الوسط الحضري لا ريبونس لي توجور كلير ديما يقول لي قريت فلاحه لا ريبونس سهله قول له يا اخي الفلاح قرا ثم فلاح قرا هو فلاحه اللي كان فلاح باش تخلي كل نتاع لينات وقرا فلاحه وشو لا فلاح دونك الفلاحه عمرها ما كانت قرايه على باس هذيك اسمها لاغرونومي بعديك الفلاحه سي 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 الناس الكل تنجب الفلاح اذا انت تبدا مغروم بحاجه اسمها كونتاكت افيك لاتير اش تعمل تمشي تقرا فلاح تقراها وحدك وتدي تو بو دوفينير اوتوديداكت معناها في الفلاحه مش مشكله البروفيل نتاعنا انا وري ماهيش مرتبطه بال شاكان دونت نو عنده دي انستيتيوسيون بيان بارتيكولير اللي خليته يمشي للفلاحه اون ريزون اون ريزون و تو موند ا سي ريزون وكل واحد باش يجي يحب يطبق حاجه في الفلاحه شي اسمه يعني يزمو ما يكونش اكستريميست يزمو يكون اوفير ويشوف اش قاعد يصير في البرماكولتور تعيش ان جون قدام دارو باش يزرع لك سلطه يشوف يحسب السرفاس اللي عنده تحط له سلاد ولا لا يشيخ بالسلاد يهبطها للمرشي كل جمع دونك سي رولاتيف باش يدخل 300 دينار بار موا من سلاده برك من امود برماكولتور دونك يعيش واحد اخر يقول لك 300 دينار ما تكفينيش يشام دونك يسو سوبوز دي كيستيون مي لو بوت وين انه هاك الديفرسيفيكاسيون هذيك يفهم بها انه لا تير سوبورت بيان انه هو اللي عنده كيما في واحد شيخ كريدي يمشي البنك يقول له معطيني كريدي سونديت سونديت كيما شاف في امريكا في الاخر في سابرايم في الاخر تلمو اونديتي ما عادش عنده منين يدبر دوتر ريسورس بور فينونسي سي بيزوان في الفلاحه كيف كيف تلمو فو ديفرسيفي تلقى روحك الزيتون سنه ما جاش بالكدا مي الخضره مشات مليح الخضره تحت ضربها مرض عندك خضره تحت خاطر عندك 4 سيزون و 4 سيزون راهو ديو اكري لا ناتور اي لو ما كري لا كولتور دونك لي 4 سيزون هذوما انت باش تحفي هذه تلقى روحك في الاخرى بار كونت كي تعمل مونوكولتور عام كامل تسكروا باش تخدم اكل المونوكولتور اي دونك لا اوني تدخل جوي دو بوكير معناها مش قادر مش قادر نخدم مش خدمه علاش فلاحه نسميها انا بوكير يدخل كازينو يعرف روحك اش يصرف ما يعرفش روحك اش يدخل فهمتك هذا بالنسبه للفلاحه الكبار معناها لي غون دومين والا اللي يعملوا مونوكولتور نحب نرجع على حاجه قلتوها انتم الاثنين لو بروفيل دو لاغريكولتور انت قلت توا الفلاح مش محاسب وجدو كان محاسب لا لا وانت قلت انه الفلاح ان البرماكولتور التقليديه انا مانيش فاهمه العلاقه نجمو يعني مجموعه من الطرق قلت في على الكتاب نتاع بيل موليسون بيل موليسون فريمون انه مجموعه من الطرق التقليديه تلمدت هكا اذا كان فهمت الاول في البدايه هكاك ومن بعد هما زادوا فيها معناتها خذاو وكيما تقول معناتها الغوسيت نتاعهم وخرجوا منها لي ميور براتيك ولي ميور ميلونج وعملوا بها هالكتب هذا اللي قاعدين نقراو فيه اللي هو فيه كيفاش تحافظ على الماء كيفاش لا غران ديفيرونس ما بين البيو زيدا والبيرماكولتور اللي هي نسميوها لو ديزاين الديزاين اللي هو التنوع زيدا معناتها وين تحط هذاك وعلاش تحط هذاك علاش وقت اللي عندك هو البيرماكولتور اول حاجه يحافظ على الماء ديما تحب الارض ليكزامبل بتاعنا هو تحافظ على عندي راه وانت كي نشوفهم هنا يسقيو ما ثلاثه نتاع العشيه وشمس قاعده تضرب معناتها في بينا اللي 90% بالقليله باش يمشي باش يتبخ في بينا البيرماكولتور هي اللي تبع زيد ليكزامبل نتاعها اللي هي الغابه الغابه فيها الظلم فيها بريز فون زيد فيها بريز فون سي شوار الغابه الغابه البريز فون دونك في البيرماكولتور تحط لي الكارت راهو خريطه نتاع الارض نتاعك ومن هذيك تقول هيا الريح منين جاي الريح جاي من غادي نوقفوا الريح كيفاش نوقفوا اش باش نحط في اش باش نزرع شنو ولا جار اللي باش يوقف لي الريح من غادي الشمس منين هذاك اللي نخليه محلول اش قاعد شنو قاعد يطلع وحده هذاك يطلع وحده الخبيزه فما ازوت غادي هذوكم حاجات اللي
ما حاجتكش تعمل فيهم دي فورماسيون ريم. انا خدعش قلت بروجي انا تهزني مثلا ارض واحده اخرى ما نخدمهاش كما قلت لك ما نجي تقول لي باش نبداو نعمل طريقة باش نردوها ان جروب وفما عندنا بوكوت دو تيغان باش نخدموا على على على, على بزنس بلان كلاسيك باش نعمل بروجي كبير باش نصدروا باش نقربوها الدنيا تهزني الارض اخرى ما نخدمهاش دونك ثم اليان فيتلاتير انت وين تعرف الارض نتاعك حافظها مسيتها مش باش تهزني الارض واحده اخرى باش نخدمها الخدمه هي بيدها افيك لا ميم موتيفاسيون ماهيش علاقه ماهيش علاقه هذا نحكي ان كا خاطر هذا مش معناها مش فما اون سي يقول لك البيرماكولتور يلزمه عام كامل يبدا ما يعمل حتى شيء يتفرج في الارض اوبسرفاسيون دو تيران المطر كي تصب كيفاش تصب فما بونت احنا فلاح اخر يقول لك انا نشري ارض في جبل بالبونت شيخو احنا نشيخو فأرض فيها على خاطر الماء ما يركحش الماء دي مش ترى ندير حاجتي بندير جبلوك لو نخلي الماء ياخذ منه ايش حاجتي منه ونخلي جبلوك الماء نبداو نشدوا كل الماء هذاك يقول لك يا اخي اش قاعدين تعملوا توا مشينا حفرنا عند صاحبنا في لانسارين حفر هو عمل دي بيسيير معناتها تابيا مش تابيا هي اكثر من تابيا معناتها حفره كبيره معناتها دي 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 ترانشي كبار ومن بعد هذوكم علاش عنده زن سبونت مسكين من الاول تقول مسكين كي تشوفها تقولها جو باهي علاش خاطر هذوكم باش يوقفوا له المطر يقول لك راهي هذيك موجه جايه وقت المطر شافها هو عام كامل تفرج قال لك الموجه تجي من غادي هيا نوقف الماء من غادي هكا خلى الماء غادي الماء يغالونتي له يولي كل الماء هذاك ومن بعد يحط الحجر هذاك البيرماكولتور انت تخدم مع الطبيعه ومع لا ناتور مش ضدها مش قولا فما بانت وموجة ونعملها حيط ولا نعملها لا تخدم معها فما موجة نوقفها حاجتي بكلمة هذيك فما برشة شمس نغادي به نزرع حاجة باش توقف لي الشمس باش تعمل لي فما الماء يتبخر هيا فما معناتها انها الارض تحط فيها حتى كرذول ما عندكش حتى طرف فلوس احنا نحطو تبن نحطو دي ديشي دو دارب ما عندكش هذيك حط كرذول باش الماء ما يتبخرش غادي باش يقعد غادي باقي الندية البقع باقي من الندية حوايج فري حاجة حوايج في نفخت كوا لوحهم في التراب كوش تي بتاع العلوش سوف اللي عندك المهم تخلي الماء غادي خاطر المشكلة في تونس اليوم وفي بيننا بها عنا ستريس هيدريك احنا 30 بوزيسيون في العالم خرجوا لي شيفر يا 3 mois 30 بوزيسيون في ستريس هيدريك في العالم معناتها افهم اللي تونس ما عادش عندها ماء ما فيهش مي دونك ان فيت هو البيرماكولتور كوفو ديت توا اللي هي سيت ان مويان دادابتاسيون للشانجمون كليماتيك اكزاكتومون دو لوتي كونتر لي شانجمون كليماتيك دادابتاسيون كونتر لي شانجمون كليماتيك و ان بليس دو سا دوتو سوفيزونس اليمونتير يظهر لي جوستمون سي با لو سول اليمون اللي تخدموا عليه هذا اللي هو زاد ان لوت كونتر ولا بور لادابتاسيون على الانفيرونمون اللي لوتر اليمون هو البذور دير برشا عباد عرفتكم من خلال خدمتكم على البذور الأصيلة وحفل البذور الأصيلة حفل البذور الأصيلة عنا 5 سنين معناتها موجودة وتوا عنا عامين كل عام تمشي من بقعة لبقعة باش نخليو احنا بصمة ورانا كل مرة كي تمشيو للبقعة عامناو في الكيف وسناي في شناني كي تمشي انت في جهة وتشوف الفلاحة ايفيدامون نمشيو للجهات اللي عندهم برشا فلاحه وعندهم مشاكل معناتها نمشيو شكاك كيف علاش مشينا خاطر ما لقاوش القمح قبل بعام وكل عام هذاك ما لقاوش القمح هاي نمشيو لهم احنا نقول لهم هيا يزيك من تشري القمح خاطر كيما قال لك جهات راهو الفلاح نهار كله هو يخرج من جيبه راه فلاح اليوم نهار كله هو يخرج من جيبه هاو شري البذور اول حاجه يشري الزريعه ومن بعد يشري الامونيتر وكل هذاك الكل والدي ابي ومن بعد يزيد يشري كل لازانترون شيميك لي زانغري شيميك ومن بعد يشري ومن بعد يكري تراكتور الفلاح يعدي عام كامل وهو يخرج من جيبه من الاخر يقول لك ليه الريفنو معناتها الروندمون خير نتاع الكولتور انتنسيف وتصور خير وتصير برا انت توا عمل الكيليبر نتاعك برا مشي انت اعمل الكالكول نتاعك وشوف قداش خرجت وقداش دخلت من الاخر اخدم البيرماكولتور اللي لا تمشي تجيب تراكتور لا تمشي تشي البذور لا تمشي تحط لي زانترون شيميك وبرا يمكن
تخرج لك اقل مي سي با فري خاطر فما دي بروف دون لو موند اللي يخرجوا معناتها ان تري تري بون روندمون بالبيرماكولتور علاش كيما قال لك جهاد موسم عندك الموسم تاع اليوم الزيتون غدوه عندك الخضره بعد غدوه عندك التفاح اللي الجمعه الشهر اللي بعده عندك حاجه اخرى حاجه ما مشاتش باقي عندك حاجه اخرى تمشي الفلاح يخدم بحق نقول لك انا الفلاح الكبير اللي يقعد يمشي الارض نتاعو مره في الشهر ولا مره في الجمعه هذيك على الحيط توا ما عادش نجم نخدم بطريقه هذيك سي تيرميني توا يلزمك تبدا نوع تحط برشا حاجات في الراز نتاعك دونك تولي بيرماكولتور في الديفيرسيتي ما تصبش باش وحتى في ارض صغيره راه في 1000 متر تخرج منها العجب ب 1000 متر نجم تخرج وتنجم تعيش بها وعنا ومشينا العين دراهم نخدموا توا مع جمعيه مع نسي اللي تبارك الله يخرجوا منها مع على الاقل باش ياكلوا هما ديجا معناتها انت تاكل هاك ما عادش تصرف انت باش تمشي تشري انت كيلو بطاطا ب 3000 نرجعوا للبذور الزريعه سامحني الزريعه البذور دونك بديت في الكيف علاش ما عادش عندهم علاش سي امبورتون علاش خاطر البذور انا نخدم انت تخدم بالزراعه البيزان زاد جديد دونك قعدنا في بس كلمه علاش على خاطر تو البذور الفلاح كان يحصل القمح يبيع كل شيء حتى اخر شكاره ما يخليش شكارتين ثلاثه نتاع عام الجاي قبل كانت كي تلم ترناطة تخلي 200 كيلو العام الجاي تو يبيع اخر شكاره لازم يبيعها باش حسابه يجي صحيح يلقى روحه ولا يستنى في العام اللي بعده اسكو يجيبوا له زريعه ولا ما يجيبولوش قبل كانوا يخبيوا الزريعه بيسكو اليوم الزريعه ولات جينيتيك موديفي تحطها في التراب معاش كي تحصدها معاش تجيب لك قمح جماعه الصناعه مش زراعتها معاش تجيب لك دونك البذور القديمه اللي نون ستيريل انت تزرعها سنه تخبي منها تخلي العام الجاي دونك انا نبداو من الاول احنا نحكيو يا ديزون ما عندناش سمونس اليوم عندنا الثوم عندنا لوبرجين عندنا الجنريه عندنا جبت لنا ريم القمح القمح احنا عندنا نتاعنا من قبل هي اميليوري كريم هذيك كل عام نخبيو منها نختاروا القمح الكعبات الكبار نخليو زريعتنا دونك هذيك عندنا تويك فوق فوق ال 20 سنه احنا نخبو بها وعملنا تيست بالجناح الخطيفه باش نشوفوا لا ديفيرونس شنو الاخر عندنا السفناريا عندنا ما عندناش طماطم لا اليوم القرع القرع اللي هو سيمونس بيزان جات من برا هذاك نون سولمون في الجو نون سولمون في الريزيستانس ما تلقى انت القرعه خاطر لي مالادي فونجيك تاع الموربيليك اي الي بلو ريزيستانت خاطر سيليكسيوني شنو معناها سيليكسيوني معناها تلقى عاش في دي كونديسيون الزريعه اللي السيد برا كلكو بار استحفظ عليها 20 سنه عايشها في دي كونديسيون اكستريم في الاخر انت تخديت زريعه جاتك بيزان زرعتها تلقاها الزادابت او كليما اللي نحن ولا اوميد اللي بدك تطلع يمرضوا كيما شامبيون اللي لعبت معناها دونك تلقى الزريعه هذه تحمل وتحط الزريعه هذه مختلفه هذه زريعه نون ستيري هما يبار اليوم على لا ثوازيام جينيراسيون تاع نحن بتتكر كل دفع كل سوري بتتكر ستيريل à cause de ce que nous consommons de tout ce qu'on consomme aujourd'hui est stérile كان زريعة كان معنى خضرة كان الحم كل شيء ولا élevé d'une manière معناها on privilégie l'unicité نعطيك مرة أكهو أنت ما كيفاش أنت كي produit c'est moi qui produit c'est moi qui te fournis ce que tu vas produire. شكون هذا؟ معناها les géants mondiaux. les géants mondiaux اليوم هما يحكموا فينا في حكاية هذوما. دونك احنا مش ندخل في غير نتاع الاستعمار مش هذيك المشكلة. انا اليوم مشكلة كي نبدا انا عندي ان تايمينغ في الخدمة. الفلاحة جو بو با روتاردي رونديفو اليوم انت تقول لي جي في 6 بعديك هكا صار مشكلة باش تقول لي جي تسيرش عندك نص ساعة. هذوك في الفلاحة ما تنجمش نعمل الحكاية هذي. ثم دي سيزون. تفوتك سيزون يا حي السيزون اللي بعدها. tu peux pas retarder donc اذا ما جاتكش الزريعه في الوقت تلقى روحك مشكله البرماكولتور تخليك تعمل تلمو ال تو دون خاطر قالك الي ديمونسيوني على حسب سو كي كونسوم ماهيش على حسب شنو المرشي اللي كونسوم انا عطاتني زريعه نخبي زريعه نلقى روحي ديما عندي جاي وقت الزريعه نلقى روحي في الدار في البلكون نعمل لي بوم تاعي الكل مش نستنى حتى نطلع للمواد الفلاحية اللي موش اسمه موش مواد فلاحية دار ذيك إن رمارك لوني كريتو حاطت بلاكة هذي هامبورغيبر قديم ياسر
واقف انا نتفرج حاطط بيع مواد كيميائيه ومعدات فلاحيه الوحيد يمكن في تونس. اعطيه الصح اللي هو يبيع في مواد كيميائيه قديمه ياسر معناها يكون عنده 40 سنه، الاخرين الكل يكتبوا مواد فلاحيه، هي ماشي مواد فلاحيه. دونك كل عام يمشيوا يستناو في الزريعه يطلعوا لهم في سوم بطاطا، يطلعوا لهم في سوم الزريعه تاع الطماطم، يطلعوا لهم في المشاتل، يبيعوا الزريعه جديده بتاع بطيخ ودليع يحطها ما تطلعلوش، يشريها من بيبينير يشريها بلون حاضر. ثم مشكلة كنترول معناها بالنسبة لل ثم مشكلة ادابتاسيون، اوني تو تران دو 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 برودوير دي شوز نو ادابتي ا نوتر كليما. على خاطرهم خاطر الزريعة مش مهنية. لا تيعرف في العالم كلنا 94% من البيوديفيرسيتي نتاعنا تاع العالم. في تونس الزريعة الأكثر معناتها لا بلوبار دي ميساج اللي يجيونا اللي هما وين نجم نلقى الزريعة هذيك، وين نحب الزريعة هذيك. سي بور سا كلا فيت دي سيمونس مرة في العام نعمل حفلة الزريعة، يا خويا إيجا تلقى الفلاحة اللي هو عنده الزريعة هذي الزريعة المحلية برا امشي اختار. يقولوا لي تي انتوما تخدموا معناتها على كعبتين وكعبه، عندكم اكبر منكم مونسانتو اللي هما لي بروميير اللي يبيعوا في الزريعه في العالم كامل. وحتى في تونس كيفاش بداوا في السبعينات جاوا بالدليع، عطاو الفلاح الصغار هاو زريعه الدليع بهذيك تشوف راهو باش تجيب دليع احسن دليع في العالم والروندمون نتاعها طياره. بالحق بداو خليو الزريعه نتاعهم القديمه وبداو يخدموا الزريعه هذيك نتاع الدليع. جيتهم هاي توا ليس بابا مرضت يلزمك توا تشري، خاطر تعطاوها بلاش فلوس من الاول، من بعد لازمك تشري، عاود انت حطها ازرعها ماش تخرج لك حتى شيء. وساي عام في عام ضيع زريعه وفي عام ترجع الزريعه نتاعك، اما برا لا وجع عليها وبرا لا وجع عليها الزريعه. جوستومون مي شنو الصعوبات باش انا نرجعوا للزريعه؟ دونك هي ندي راهي ان باركور ماهوش اي اليوم شنو نعمل بالماكلتور اي نبدا نقد التراب اي تو باش نولي عند الزريعه نتاعي مش حط حتى الزريعه ليه وباش نبدا انا خدامه فاهمين الدنيا الكل. انا خدام ما فهم 4 سنين باش فهم انه ما يحفظش على البلانش. كي نحكيو بلانش هي البلاصه تزرع فيها يفو با لا بيتيني ما يلزمش معناها اي الكومباكتاج دو سول ني با بيان تطور الكومباكت دو سول. دونك ما فهم الحكايه هذيا يقول لي ما انا باش نخدموها، ما خاطر هو عنده انوتي كيما الفركه البيش. احنا نحكي بالجرولينات اسمها الجرولينات هي فيها سنون. دونك يقول لي ما انا باش نخدموها، نقول له احنا باش نهويو ماناش باش نخدموها. دونك ينجم يعفصوا في مخه ينجم يعفص بعديك باش باش يخدمها كانه جاب تراكتور. دونك الخدام باش يفهم يلزمو 4 سنين. انا قلت لك الفلاح مش محاسبه، واليوم عندنا ديكالاج احنا ما بين لوفري والاجريكولتور في المخ اون سو كومبرون با. معناها النتائج مختلفين معناها اليوم نعذر العامل الفلاحي عدى 50 سنة ولا اكثر 100 سنة. خدت تراكتور جاب تونس عام 1903 اول تراكتور دخل تونس عام 1903 كانوا قبل يخدموا بالثور يخدموا بالزيله يحرثوا حياته كامله في العامل الفلاحي يمكن في تونس يخدم دو لا ميم مانيير مسحه ويضرب في التراب ما يفدوا ما يفدش عزيز وخدم هكاك العامل الفلاحي نحكي جابوه جا هو اليوم تطلب منه انت باش تشد مسحه ويخدم كيف هو ما نشد انت مسحه ويخدم جرب نادين ها شد مسحه سي فاتيغون. دونك شنو الالترناتيف اليوم يجب توريه انه ما عادش نخدم المسحه انا المسحه هذيك الكل نكرهوها على خاطر المسحه نتاع توندوز نتاع ما نحبش ندخل في حاجات نذبين دونك نحيو المسحه ونلقاو التراب يعاون فيك مي ماهيش الحكايه نتاع شهرين مانيش احنا في اداره هذه اسمها ارض فلاحيه فيها عوام وكل سيزون تفرق على الاخرى كل عام عام صب مطر عام ما صبش تلقى روحك بعد 10 سنين يفدوا هما يقول لك بعد 10 سنين باش نفد مي انت راك في الباركور تاع 10 سنين باش تشوف برشا حاجات تلقى روحك قاعد تتحسن يدوكو بعد 10 سنين تلقى روحك تراب سيء حذر ولا كي المحبس ولات عندك ان كرون جاردان تزرع فيه كيما تحب. دونك هذه ما فهمتش تخدمش كل عام انت البيرماكولتور تحضر الارض نتاعها اللي تعطيها ماكلتها اللي هي الزبله اللي ما يحبوش العباد تعطيها ماكلتها وبشويه بشويه تولي تعاود تولي تتحسن وتولي عندها كل دوده تجيها وتولي عندها. احنا اليوم سمحني ريم احنا ولينا 4 ولينا ولينا 4 بيرمانون اللي قبل كان فيرما فيها 14 هكتار يجيو يخدموا العباد جمعتين في العام. واضح.
به احنا حكينا على البذور نرجع حبيت رجعكم خاطر توا احنا خمسة سنين قلت خمسة سنين خمس خمس اديسيون تاع حفل البذور الأصيلة وقبل خمسة سنين وقت اللي ذكر الرئيس السابق حكاية البذور في التلفزة قال شكون ضحك عليه السنة في لي ديبا الزوز مترشحين للرئاسة جبدوا على البذور في البروغرام في البرامج الانتخابية نتاعهم وجبدوا عليها في مجال الأمن في علاقة بالأمن الأمن في الأمن القومي مش دولة في الأمن القومي هناك مكون من مكونات الأمن القومي بالضبط أما بكون خنت ديما نسمع كنت تستعمل أن أوتر تير وهوني سيادة غذائية البذور من الاول ما كانش بروجي الزراعه في الجمعيه ولا بروجي معناتها من الاول كانت حفله نتاع نهار يجيو العباد يشريو في جناي خاطر سي بوتيت كونتيتي ولا بروجي علاش خاطر كل بوتيت كونتيتي ولينا توا نخدموا مع الفلاح في دي غراند كونتيتي باش يكفروا باش نخلطوا للسياده الغذائيه نجم كلنا نمشي ونشري وعنا جنة صغيرة ونحطه في ديارنا إما وقت اللي فلاح يولي هو يعمل في الزريعة متاعه ويولي هو يكفر منها ويولي هو يبيع فيك اللي برودوي متاعه غادي نوليه بشوية 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 ناخذ السيادة الغذائية الكلها بالعلاقة الفلاح قدر هو من الاخر هو من عنده هو زادة بششي والخضرة والغلة دونك حبينا ولا بروجي بالحق نخدموا مع الفلاحة نعطيوه الزراعة ندبروا له معناتها بكثرة نعطيوه الزراعة باش هو يكثر باش نعطيوه للفلاح آخر بدينا بالقمح وتوا زاد بالطماطم خاطر الطماطم اللي ماهيش موجودة فما شكون معناتها بكثر منه العباد جرب طماطم رقاها من 16 سيكل ومشيت بالكدا وما تطلبش برشا ماء مشكلتنا داخل الماء راه في تونس ما تطلبش برشا ماء وماشا وهذيك زريعه نون هيبريد سيمونس بيزان 100% و كي دونا تري بون رونتمون وسميناها البرجة ولا كوتلي هو سماها وحده ولا كوتلي لا ميت جاردان خاطر كانت تلقاها في التاريخ اللي لي دوكيومون اللي لقاهم كانت قبل دو 16 سيكل لون لا ميت جاردان سميوها لا ميرفي دي مارشي من برا محليها معناتها وهذيك بشويه بشويه قاعدين هو قاعد يعطي قاعد يعطي قاعد يعطي وقلت له معناتها اعطي للفلاح باش هو يكثر دونك معاه هو يعطينا واحنا نزيدو نعطيو للفلاح باش يكثر خاطر راهو شويه شويه برك زريعه هذيك تعطيك راهو ما شاء الله تبارك الله برشا طماطم مش طماطم تبدا بشويه بشويه حتى لين تخلط كونتيتي باهيه باش تخلط من بعد السمنه تاع المونتير السيده غذائيه كعبه اوبرجين قداش فيها من زراعة تزرعلك 100 متر كاري كعبه ما حاجتكش برشا تبدا زريعة تنحيها تزرعلك 1000 متر 1000 متر معناها 10 كعبات نعمل هكتار احنا عطينا قمح في الكيف 80 كيلو نتاع هكتار جاب 500 كيلو اللي يقول لك الزريعه القديمه ما تعطيش هاو عنا لابخوف وعملنا سويفي معناتها باللي سنتيمتر وحسبنا قداش من اللي غران قداش فيها والغندمان بتاعها وبعلي بعلي احنا الاكثرية نخدموا على البعلي ماكسيموم دونك نحبوا نخلطوا للسيادة الغذائية على خاطر اليوم في تونس اون اي با اوتو سوفيزون يقول لك سيد الوزير سيمي طيب قال العام ناول راهو اون اي اوتو سوفيزون سوف في القمح بالحق راه القمح اللي ناكلو فيه في الخبز اللي هو دابا اول حاجه سوبفونسيوني هذاك علاش نلاوح في الشوارع على الخبز وثاني حاجه جاي معناتها القمح نشريو فيه نشريو فيه من برا والمشكله لو بروبليم اللي هو قال السيد الوزير الماء لي سول لا كاليتي نتاع لي سول معناتها مراو عندهم ايزون كونسيونس راهو في الوزاره اللي البروبليم دي سول اللي هو لو بروبليم دو لا دو لا دو لا مور دي سول انت كي تشوف مطر تصب وتشوف الماء ماشي 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 على كو سي تان سول بلا معناتها افهم اللي الارض مش قاعده تشرب في الماء اللي قاعده علاش على خاطر ميته الارض هذيك ميته دونك هو قالها البروبليم في تونس لي سول الماء وال معناتها القمح اللي مازلنا مانيش اوتو سوفيزون و سي اون استراتيجي انترناسيونال راهو المانك دو اوتو سوفيزونس في العالم هذه ماهيش حاجه جايه كان من تونس ومشكله كان تونسيه مشكله عالميه باش ناخذ باش نقفز عند سيت نوت
استراتيجية انترناسيونال خاطر بعض نحب نرجعوا لها. اما قلت نجمو نعملوا ان بتي تور اذا كان فما شكون يحب يتفاعل ولا يسال سؤال في لي دو بارتي اللي حكينا فيهم اليوم، يعني حكايه الزراعه وحكايه شنو هي البيرماكولتور. جو نمزح هنا، تفضلوا تقدموا رايكم. عبد الكريمي نعمل ميمار دو ماستر في لورغانيزم تاع ليديكاسيون اورغانيك دونك ديفلوبمون ديورابل. كو جو سوي تري انتريسي سوجي تاع الفلاحه، اون بليس توا لي جون حبوا الفلاحه، الفلاحه المستدامه يعني صافي بليزير نسمع حاجه تاع الفلاحه. ما كيسيون انتم حكيتوا على التربه الميته، اسكو التربه تعاود تحيا ولا اي فوا ماتت ما عادش فيها حاجه؟ اي كومون الفيغ؟ فما حاجات ديما نسمعوهم اكل فوا صحيح ولا غالطين، اللي القمح الصحيح نتاع التونسي، اللي القمح كما قلتوا انتم ما الفلاح كي ينتج زاد من القمح نتاعو ينتج الفايده، بحكم اللي هذوك ساعه قالوا ما عادش موجودين في تونس بريمو سكوندو، قالوا معناها لو فات كما عطيت تيليكزوم تاع الدلاع يظهر لك الفلاح سانسو وذول الشركه الاسبانيه عملت كي مع الفلاح الصغار عطاتهم القمح، لو فات حتى الارض ما عادش تحمل القمح الصحيح نتاع تونس، يعني حتى كي تحط مش باش تجيبه اكل بوان صحيح ولا فهمت. حاجه اخرى فوز افي ديكسبيريونس دونك فوز افي ان كومول ديكسبيريونس، يعني انا نصور هذا الكل قلت لازم احكي باش عن بيرماكولتور لازم ناخذ عام كامل على السطر، يعني بحق يعني pour gagner du temps pour gagner يعني نتعلموا من تجارب الاخرين pour avancer plus، خاطر باش يقعد كل واحد يعاود من شي صفا انكور تاردي فهمت، يعني بحق تاخذ برشا وقت كيفاش معناها من خلال نتعلموا من عندكم باش نعملوا هذيك ما نقعدش pour gagner plus du temps فهمت. هذو هما الكيسيون pour le moment. ميرسي. شكون سقالكم نجاوبوا توتسويت؟ لا لا نجم نجاوبوا. اول حاجه الارض تنجم تعاود تعيش بالطريقه اللي هي الزبله الكل ندخلوه فوق الارض هذيك، اما بون ما نجمش نحكي توا كيفاش، فما دي كومبوست بوسيبل، فما دي تكنيك بوسيبل باش الارض هذيك تولي تعاود نكري دو سو، نكري دو سو. تعرف شنو هو ريت زليز نجمو نزرعو على زليز، نكري دو سو على زليز بالزبله معناتها بدي ديشي on crée du sol c'est tout à fait possible on dit il a fumé ça se fait et ça existe et on peut très bien le faire les on garde عندك les déchets معناتها c'est tout ça c'est احنا on fait régulièrement des ateliers باش نخرجوا le programme تاع les ateliers inchallah au mois de décembre pour 2020 et c'est public on appelle à rédiger ou يتعلموا justement يتعلموا على البلاصه. اول حاجه ثاني حاجه القمح خاطر الارض انت قلت الارض معناتها كي تحط له انت قمح كريم كي ني با ان دي ابريد مي ان دي سيليكسيوني، كي تحط له انت الارض سيليكسيوني القمح سيليكسيوني يولي ما عادش ينتج القمح الانواع اللي عندنا في تونس. سي با فري اون لا بروف وعملناها. ثالث حاجة قلت القمح هذاك مازال موجود ولا لا؟ موجود أما مش بكثرة فابغي معناتها فما فلاحة اللي قاعدين يدبروا هكا معناتها كيلو قاعدين يكفروا منه دوك الكيلو هذاك يكفروا حتى بعد خمسة سنين ولا ثلاثة سنين يوليو حتى هما ينجموا يبيعوا لو سيركوي. أما سي ان ترافاي دو لونغ دالي وفما البنك الجينات تعطي زادة في أنواع للفلاحة باش هما يكفروا في القمح يعطيوش حاجه اخرى يعطيو القمح خاطر ما عندهمش الماريشاج الخضره الكل ما عندهمش ان توكا هذا اللي قالوا لي ما عنديش لا نعطيك طماطم لا نعطيك فلفل ما عنديش نعطيك قمح بعد عامين انا قاعدين التوا يعطيو نعرفوا شكون خذاو من عندهم انواع تاع قمح بيتيت كونتيتي راه مش باش يعطيك تاع طرناطه مع تاع قمح دونك سي بوسيبل. فما سؤال اخر تحكيو على comme c'était ça c'était les trois points je crois le gain de temps les le gain de temps راهو ما تنجمش راهو الطبيعه راهو كيما قال فما 4 سيزون دونك ما تنجمش انت احنا ديما لوم ولينا نعيشوا في الرابيديتي والانستانتانيتي ويلزم توت سويت توت سويت توت سويت راهو تنجم في العام الاول on peut déjà commencer à gagner de sa vie qui m'a parlé que je me photo l'étude on ça on a déjà une l'étude هذيك التنوع هذاك هذاك ينجم يخليك doucement 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 on peut gagner sa vie doucement doucement donc je toi les millionnaires في عام ولا حتى في زوز راح يصير c'est pas ça ma question sur la l'expérience معناتها le travail de la terre le savoir faire هذاك من بعد يلزمك تعدي بالقليله بالقليله
3 mois 4 mois استاجيت عند العباد اللي قاعدين يخدموا هكاك باش تتعلم. راهو فما يوتيوب فما بالحق ها فما تو لي موك اللي تحب وفما لي توتو اللي تحب عليهم انت البيرماكولتور محطوطه من الكل على الانترنت. اما كان تحب تشوف راهو فما اون ديفيرونس ما بين اللي تشوف فيه على الانترنت وبعض اللي قاعدين اللي زاد الادابتاسيون تاع تونس راهو فما دي شوز كي مارش على الاترانجي كي ما مارش با دو تو شي نو. دونك لو ميو سي دالي فيزيتي لي جون et d'aller faire des stages en Arabie. Le مشكلة نتاع تونس les jeunes راهو قليل اللي يمشي يعمل stage gratuit chez quelqu'un pour voir. C'est mis à plein نتاع les stages مش stage نقول لك انا étudiant يجي يقيد لك des études. Stage نتاع فلاح اخدم. هذيك راهو مازال في لي جون مازالوا ما عندهمش cette capacité là. يقول لك انا باش نضيع شهر ولا شهرين. Je préfère نخدم tout de suite ou وكها. Et ça c'est une grande erreur. Et نبي نعمل ستاجيت وعمل ستاجيت dans des معناتها انا فلاحت وقمت الاربعه نتاع الصباح ومشيت الفلاح الخمسه نتاع الصباح خاطر الشمس هبط علينا تهبط علينا العش 11 نتاع الصباح. Donc il y a pas de ou pourtant قاريه وعندي دبلوماتي وسافا وعندي خدمتي اللي ماهيش الفلاحه. اما كان تحب تتعلم لازم تمشي تتشمر على ذراعك وتمشي. C'est le seul, la seule solution. Je peux me le croire, Martin, mais elle est un peu ferme. Elle a un petit sourire. Le fait qu'on fait un compte de l'aide conventionnelle ou de l'aide conventionnelle, la permaculture ou la bio, est-ce que, en fin de compte, on a juste circuit de distribution ? Elle est râlée, en fin de compte, mon staff, ce conventionnel, mais c'est elle, je me suis fier après. Et après, il faudrait être un travail. Elle meuf, tout ce qui est. Alternatif, en fait, il y a une clope qu'on a pu faire en fait avec la PWA, mais il y a une clope à faire aussi, une clope de mort qui change tes habitudes. Donc, un tino conventionnel avec des clients, des clients, voilà, des consommateurs engagés. Avec une chacune engagée, tu as raison, c'est l'idéalisme. Il y a un projet. J'ai dit que tu as dit que tu as dit que en permaculture. C'est un choix. Thama l'akhri yalqa un choix nta باش يعمل une boutique. Donc thama demande nta le marché ش قاعد يطلب. Le marché اليوم يجي يقول لك thama حكايه calibre. Par exemple في الخوخ ولا في الطماطم ولا في يطلبوا ان calibre. يطلبوا خضره ماهيش في الدوله. حنا ثما بلجيك تقص فقري وتمشي في الخضره. هو لا اللي يكزيش. هذا كانت تهز له كعبه طماطم مدوده باش تضرب له السرعه الكل. هما قبل ما يوصل للمرشي لازم يعملوا ضربه دويه في اللي كانت ممنوعه يا ديزون باش يقعد بور لو كونسيرفي. انت تجيب له سلعه تقول له هذه راه مش نديري ما يفرحش بيك راه تحطها مثلا في السيربي نورمال على خاطر ان با ديورابل دون لو تون اون تيرم دو اللي ديورابل كومون وقت تبدا هي ايري في بلاصه محفوظه في وسط بن محطوطه بخبيه مش محطوطه اون كونتاكت مع بعضها كانك لوحتها في كاميون وهزتها باش لوحتها في كيلك بار. دونك لو سيركوي من غادة الحكايه هي كيفاش انت باش عندك خضره باش تبيعها كيفاش باش تبيعها. دونك تو تخوف لو موان كون تو برودوي وقتها تولي ولات لا بيرماكولتور ولات ميتي. قبل كان قلت لك كانت الفلاحه بوكي قمار توا ولات ميتي. انا نزرع طماطم نعطي بخي كيما النجار يصنع طاوله يعطيها بخي الطماطم نتاعي تبيع بخمسه الاخر يقول لك الطماطم نتاعي باش تبيعها بسبعه مش المرشي اللي ياخذ فيه. الكونفنسيونيل يزرع بعدك يقول له راهو الطماطم 100 فرنك كيلو تحب ولا تروح في الزبد واللي هو اين بالو شويه يمشي يتبع السيركوي هذاك قد ثم لازم تمدير من بعد. دونك لو سيركوي هو اللي خلى اونتر اوتر لي جون كوم موا اي كوم دوتر بورسويف معناها باش يطلعوا الحكايه بورا لي فير كما تقولوا باش يفهموها خاطر اوتر مون قعدنا الناس نتسائلوا يا اخي ما ثم كان طريقه هذه باش تخدم بها يا ان بروبليم وصلنا للطرق الاخرين باش فهمنا التراب اللي هو دي كل لا كيستيون نتاع وين باش نبيعو هذه كيستيون نتاع الفلاح الكل مش كان اللي يعمل في البيرماكولتور الفلاح اللي يخدمو زاد حاجه هذه في هذه سي بروبليم في لا فيزيون تاعنا في البروجي في الجمهوريه التونسيه الكل خاطر الفلاحه راهو وين باش نبيع بعد ما نحكيو على كل شيء اي يقول لك هاك اي مون بروبليم المرشي اي مشروع اما لا يقول لك خارج من الكونفنسيونيل انا مثلا فلاح في الجنوب جميع قال لي اسمع انا عندي راهو
عليه باش نتاع حد حد ما يحب يشريهم. وبورتون كان نشوف ياكلوا في الطبيعه ويجا نهزك ونشوف معناتها حاجه نظيفه 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 نظيفه. قال لي عاونوني باش نلقى انا وين نبيع. نولي احنا كي جمعيه خاطر احنا ابري تو نوتر اوبجيكتيف سي ديفوزي لا بيرماكولتور. سي بتبيع شوف الزراعه كيفاش خاطر بيرماكولتور دي زراعه محليه انا مودوني سي ان بو ما تمشيش فوالا وديفلوبي لي سيمونس عند الفلاح وناخذوا مع الفلاحه ديفلوبون لا بيرماكولتور مش كان عند الجنين الصغار. ماذا بينا تونس سي ان بروجي نقولوا احنا بالحق الداخل نقولوا تاع في السياسه مش قانون في السياسه راه نخدم مع الفلاح اللي توا كيما قالت نديم من الاول ماهوش بس من الكريم ماهيش مهم برشا ليه ماهوش اي تقول تاعهم في السياسه هي الاولى هي الاولى راهو تعرف وقتاش قالوا هذه زاده فما تمبري خرج سيده غذائيه والزريعه المحليه البوسته التونسيه اصحابي نتاع معناتها بلدان اخرين الجزائر المغرب فرنسا قالوا لي قل يا اخي خلصت باش خرجوا لك تمبري هذا ما خلصتش راه سي ان معناتها سيركونستانس حكيت وديما نكسر في راس الروس نتاع العباد نشوف نقول زريعه 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 سيده غذائيه الحكايه هذه دخلت في المخ هذا معناتها تمبري راهو سي معناتها سيمبوليكمون تري امبورطون راهو اون ا جامي فيو ان تمبر بوستال سيمونس بيزان و سوفرينتي اليمونتير راهو سي دو لا بوليتيك اوتمون بوليتيك الحكايه هذي فهمتي احنا في تونس الحمد لله علينا اللي ما يفهموهاش الحكايه هذي يشوفوهاش سياسه يقولوا محليهم عملوا سياده غذائيه وزريعه محليه حاجه نتاع لعبه ريم توا احنا مش انت دخلت فيها في صلب الموضوع احنا قبيله كنا نحكيو على الاستراتيجي مونديال انت قلت الاستراتيجي مونديال مش بالضروره يسانتريس يسانتريس بلوتو للامن الغذائي كيف ما يحكي فيه بالمعنى اللي يحكي فيه سي سمير بالطيب هك انا نحكي لك استراتيجي مونديال نتاع الاخرين اللي هما يحبوا يدخلوا فيه يدخلوا لتونس نشريو من عندهم لي زونغري نشريو من عندهم الزريعه سي بوكو دارجون راه سي بوكو دارجون سمحتي انت تحكي على زراعه جديده على زراعه قديمه وكونسيرفي وكل شيء نحكيو على ان بروجي دو ريزيستانس بوليتيك سي لا ريزيستانس احنا نو سوم دي ريزيستان جي هي سي ان ريزيستان انا ديما عندي باقي بركزين على الزريعه اسبانيا اللي تاع الاجريكول نتاعها الكل ماتوا ils étaient bombardés comme du nucléaire يا اخي مشاو يشريو في المغرب اللي تابع الشونطرا وجايين يزون بوري برا امشي شوف الاراضي نتاع المغرب اللي شراوها الاسبانيه اذا ترقى تراب باهي تولي تمشي بالبلدان اليوم لو بروبليم ماجور سي لو سول اني با لا سومونس غدوه ما تلقاش من تزرع نعطيك انا شكاير زريعه تقول لك يا سيدي ها خباهم عندك اعطيهم لولادك خاطر تنجم تقعد زريعه 7 سنين 8 سنين 10 سنين انت وانا ولا الخضره اذا عندك تراب فيرتيل راهو زايد اللي حكي نحكيو فيه الكل احنا اوني ان مومبر دو سول احنا ردينا السول ان اوتي دو ترافاي درك راهو احنا تبعين السول مش السول نتاعنا السول فما نحنا فما الحيوانات فما الجر فما الهواء فما السول خاطر سكي ديفيرونسي لا تير من بقيه الكونستيلاسيون الكل هي السول مش معناها الزريعه نتاعها ولا tout ce qui vient de la terre retourne à la terre هذيك لا بيرماكولتور وهي في الاخر بكل قتلك انت بعديك عم بحرك امشي حسن التراب نتاعك تلقى روحك دويت نحي ولا تحكي على البيو علاش مش ملي حكينا مش بدناش على البيو هكا ولا ما حكيناش جمله على البيو انت تقد ترابك وبعديك تلقى روحك نقصت من ماء تقول الماء معش مكفيني خاطر يقول لك ان بون باياج هو ميو كو 10 اروزاج كي نحسبوها نلقاو دي متر كيوب انورم اي البيناج دوز اروزاج علاش يحرثوا في معنا سفيقس معروفين بالحرف سكه سكك يقول لك نعمل سكه سكك احنا في الشمال نعملوا سكتي دونك لا جوست بالحق معروفه به دونك اليوم المشكله نتاعنا ماجور حتى كامن قومي هي التراب نتاعنا يجي في مستثمر اجنبي اوروزمون لقيت قانون السنه فين فقت به حتى اجنبي ما عنده حق يشري ارض تونسيه فلاح باهي لحد الان دونك يجي لازم شامل يكري الارض على 20 سنه يفرح الفلاح عنده اون سورس تاع 20 سنه راهو مي هي اسراب بومباردي على خاطر يفا اكسبلوتي شاك متر كاري من السول هذاك لصالحه هو ويصدروا لبرا سي بيان ليكسبور مي يفو كو سوا ايتودي مش جيكسبورت مون سول وني تران دو فوندر لو سول اليوم راه نبيعو في الماء ونبيعو في التراب يغدا شنو نخليه انا دي سي يحكي على 2050 2050 انا مش عمري بتاتا كان حين ربي بخيف 8 سنين نعيشوا لاباس 8 سنين نمشيو نتحركوا ونشربوا في الماء وولدي عمره 30 سنه وقتها
دونك 30 سنه عند الحق يعيش هذا. احنا كاين ما كاين نحن الاخرانيين سيرتي نكملوا اللي عندنا الكل. دونك نحكيو على الفلاحه التصديريه. الفلاحه التصديريه وهذا لو بيفو نتاع لي بروغرام برشا دي بروغرام نتاع احزاب ونتاع نتاع حبوا يصدروا مؤسسات اللي بالنسبه ليهم التصدير مش كان في الفلاحه يصدروا باش لوبجيكتيف سي بور رونتري دي زورو راه ولا دي دولار ولا صدر ما رجع بلا اي ولا صدر اما معناها تعبت حاجه قويه انت تعب فيها قويه حتى الارض اليوم بكري برودوي شيميك كاين واحد في الكلينيك كانت تلطف وحطت سيرو دونك اللي فيفون مي اللي تونتران دو موري بتي تابتي قويها وبيع منها قويها وبيع منها باهي. معناها احنا تو على كلامك معناتها نجم نكمل في المنظومه هذه و ان ميم تون نعمل المنظومه اللي تحكي عليها نتاع البيرماكولتور وزوز يكونوا ان كوكزيستانس. مانيش قاعدين نلوجو على ان مش قادرين احنا كنا في فون تو نصيبوا الفرمان ونبداو هذه بالسيس وبالرسم نرجع ليه معناتها ان فيت جوست بتاع البوليتيك جو ريجي ستا انا جون ان جون بيرماكولتور جي بيكو دون لا بيل بيرماكولتور دون مون انفونس. J'ai dit que j'ai quitté la terre et je n'ai jamais repris la terre. Je n'ai pas de terre aujourd'hui. Je comprends ça par la permaculture ou l'association. Ok. Alors, ce que j'ai compris, l'histoire interne, concernant l'usage du terme politique dans toutes les actions, l'action de la permaculture n'est pas politique. Parce qu'elle concerne des individus. Elle concerne des familles. Elle ne concerne pas tout un peuple. La politique d'Akhlet et Tunis ont été l'essor de Ta'adot. Les gens se sont trouvés face à Ta'adot et à Ben Salah politisés. D'Akhlet, fâche-t-il, qui me jette à Thawra, qui me jette à les changements actuels. Donc la politique intervient quand on est mobilisé tous pour quelque chose ou contre quelque chose. Nous avons vécu dans la permaculture quand on était jeune, quand on était enfant, quand la terre suffisait à la famille. ما عندناش مشكلة. وكانت on reproduit la terre. On travaille tous dans la terre. On est une équipe. Chacun fait quelque chose. Donc il y avait l'entraide, il y avait toutes ces possibilités-là et qui marchaient naturellement, qui roulaient normalement. Chni y a la permaculture. L'origine de la permaculture, c'est l'imitation de la forêt. On regarde la forêt, la nature, qu'est-ce qu'elle fait, et on essaie de reproduire ça. C'est du bon pourquoi sens. Pour respecter l'ensemble de la biosphère. C'est-à-dire que la première leçon, le premier slogan, on imite la forêt, on imite la jungle, on imite. Et quand on a une forêt et une jungle, on a une diversité de cultures, on a une diversité d'arbres, d'arbustes, de fougères, etc. Et ça, dans leur complémentarité, ils enrichissent le sol. Donc, la nature permet au sol de se régénérer. Ahna, avec la monoculture, on a appauvri le sol jusqu'au bout. Ouais. Et la monoculture, les grandes exploitations coloniales, des centaines et des milliers d'hectares, la terre, les parcours avec un public, ils ont été colonisés comme on a été colonisé, la terre aussi a été colonisée. On cherche maintenant à refaire l'équilibre, à diversifier, on ne fait pas de la politique comme ça. Le biologiste. Je suis un hasbe, écologiste, quelque chose qui lui permet de vivre. Voilà. Donc la permaculture, mais ce n'est pas de la politique. Mais je suis politique. Même si il y a des gens qui politique, juste à le bio ou la monoculture. Le bio, tu as posé une question sur le bio. Le bio, en effet, on a des gens qui ont fait tout. تصدير نصدروا في الاغريكولتور بيولوجيك وشيخين على الزيتون وعلى الدقله اللي قاعدين نصدروا فيها سي دو لا بريزونتي كوم الترناتيف كوم اون الترناتيف سي دو سي دو لا مونوكولتور بور مو سي با اون الترناتيف انا كي نمشي انا للسوق لي ماغازان معناتها السوق نتاع اللي يبيع القفاف في البيو ونشوف العباد يتعاركوا على قطه معدنوس ولا على قطه سفنيريا قلتي هاو فما لا دوموند
وبالحق لا دوموند موجوده، لوف مش موجوده. انا عندي اللي يبيعوا لي ماغازان بيو هاو يحلوا كي البطاطا تاو. مشيت ماغازان جديد في المرسى، مشيت تليت عليها نرقى الماغازان بيو الكل دي برودوي جايين من برا. قلت لها بتسمي في روحك وين الخضره؟ قالت لي ما لقيناش، ما عندناش. دونك احنا توا الفلاح نحبوا نوصلوا له اللي يخدم الزريعه المحليه، يخدم حاجه نظيفه ونعاونوك فيها باش لي كليون هذا فما لا دوموند وماشيه وتكثر لا دوموند. باش تنجم انت تفيكسي البري نتاعك وباش ما تخدمش لي سيركوي ديستريبيسيون. ولي سيركوي كور هذه بون هو اللي تري كور خاطر هو في الارض نتاعو يبيع ديريكتومون. هو هذاك الكونسيبت ولا في العالم انك انت تعمل في سيركوي كور على خاطر لا بروكسيميتي لي كونسوماكتور واللي هو سيرتيفيكاتور. مش تجيب سيرتيفيكاتور يقول لك راك بالحق ماكش تحط في الدواء ويقول لي يمشي للجماعه يقول لهم يحرفلهم والله لو قاعد يحط في الدواء. دونك سيركوي كور باش هو يولي سي ميز اون كونفيونس. والبيو سي لا سيرتيفيكاسيون لا غران ديفيرونس. البيو اللي هي سيرتيفيكاسيون. البيو سي ان لابيل. بعديك تو تحكي زريعه ثم تاع الزيتون. اليوم نصدروا في الزيت الزيتون مي قاعدين اون شوت ليبر ماش فايقين. على خاطر شبدلنا الجر نتاعنا سي اون فاريتي اونسيسترال جابتها ديدون تحبوا نسميوها من سوريا الشتوي اللي عندنا احنا في الشمال والشمال اللي في صفاقس. هذوما قاعدين مطلعين الكوتا تاع تونس مش الزيتون اون جينيرال. دونك هذه مش حكايه زريعه، هذه حكايه فاريتي دو درب في البيتي. حتى هذيك دخلنا فيها نحن ولينا نحطوا في الجر يقعد 15 سنه. من اسبانيا الزيتونه كانت يقلعوا الزيتون التونسي ويحطوا زيتون تاع خاطر الزيتونه التونسيه مسكينه تقعد 10 سنين باش تعطيك غله وتجيب عام بعام وحتى كان تسقيها ما تجيبلكش. دونك قبل كانوا الزيتون يحوزوا به الارض باش كيفاش تتورث الارض ما تموتش الزيتونه تقعد موجوده غادي. دونك الزيتون قاعدين نبدلوا فيه بزيتون جديد بلو رونتابل بلو بروفيتابل باش نصدروا الزيت اللي هو رجع عنا على خاطر زيت نوتر هذاك تسمى هذاك يعملوا زيت يعمل فيه كوباج كي الشراب ماهوش زيت زيتونه نتاع نتاعنا احنا لا فاريتي اللي هي معروفه في العالم لا فاريتي اللي احنا ناكلوها اللي ناكلوها خاطر ما عادش ناكلو فيها ولينا ثم كلكوزان ياكلوا فيها مي زيت زيتونه الشتوي اللي يعطي الاكسترا فيرج خاطر يقولوا اكسترا فيرج الناس ماهوش فاهمين شنو معناها اكسترا فيرج. الزيتون الاخر يتخلط وقت يولي فرويتي ما عادش اكسترا فيرج. حتى هذيك الزيتون دوك تبدا هابطه من تونس حتى صفاقس تلقى زيتونه بير دو فو هذاك سي ان تريزور. غدوه اللي عنده جوج ديال الزيتون قديمه كيما هذيك الى معناها ينجم يسمي روحه ان اوليوكولتور واللي يزرع زيتون الاخر يتسمى افاريست. زرع زيتون 5 سنين قد دبر راسه باع وبقى له ولا بدر ولا باب سي سون دي لابيل اوروبيان. دونك احنا توا في تونس ماشي باللابيل مش تونسي باللابيل جاي من برا واحنا قاعدين نتبقوا في لابيل للتصدير باش نصدروا شو يحبوا هما شنو هما لي كريتير اللي يحبوهم هما واحنا قاعدين نتبقوا في لي كريتير هذوكم في المونوكولتور زاده. دونك كيف كيف احنا في الجمعيه عندنا ان بروجي اللي لابيل تاع تونسي اللي هو لابيل دو كونفيونس معناتها ثقه ما بين المستهلك والفلاح اللي الكاي دي شارج يتكتب مع الفلاح والمستهلك واللي يبيع باش نعملوا دي سيركوي كور باش ونشارج دي سوليسيون. راه احنا كي جمعيه ونشارج دي سوليسيون. انا من رايي الحقيقه حدك استدعيتني بالراي ميساج نحب نعديه بالحق علاش سينو ما نجيش هو النجم وانا نخليهم ميساج للاخر خلينا نكملوا في السونس هذاك في السونس هذاك رانا ما عادش عندنا ماء نستحضروا الماء رانا ما عادش عندنا تراب نستحضروا على التراب من بعد كي بيعوا واش تحب البيوع ماهيش هذيك المشكل. دونك ترابنا مشى ومانا وفاء يلزمنا احنا نلقاو حل باش نستحضر حاجه هذوما كي ولات اكزاكتومون والله. نعطي الكلمه للجمهور يحب يتفاعل. اي جوستومون حبيت نتفاعل شويه جوستومون دونك باهي كيف نحكيو على البيرماكولتور لي برانسيب ان بو واضحين يعني لازمنا نجيريو الارض بطريقه انه اون اسيغ انه الماء يتسرسب ويقعد في الارض يكري دو لوميديتي فما علاقه مع المناخ مباشره فما حكايه الزريعه دونك فما حكايه اميناجمون فما حكايه ديزاين اكسيتيرا. هذوما كل لي برانسيب هذوما فينالمون كي تبدل من ليشيل يعني تخرج من البارسيل نتاعك تاع 14 نكتار وتخمم على مستوى التريتوار. On retombe sur les principes d'assiette الغذائية.
مبادئ السيادة الغذائية اللي هما نفس المبادئ لكن زيد عليهم ضيف عليهم المسألة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى التريتوار كامل. هوني في هالجونكسيون هذه هي تكمن المشكلة متاع البديل الفلاحي ولا الزراعي التونسي. réellement on sait que il y a à l'échelle صغيرة معناها حلول ممكنة. نعرفوا اللي فما دو غران برينسيپ لازمنا نطبقوهم من منطق السيادة الغذائية على خلاف منطق الأمن الغذائي. يعني effectivement لازمنا نخرجوا من التصدير، لازمنا نخرجوا من الزراعة المهجنة، لازمنا نحافظوا على الماء ونوجهوا الماء نحو المواد اللي احنا نستهلكوهم محليا مش منصدروش الماء وما نهلكوش التراب اتسيترا. تو سي برينسيپ لا هما بيدهم. وقت اللي نوسعوا شويه الحكايه نوليو نخرجوا مش خمو في الانديفيديو احنا كانديفيديو باش نكونسومي روحي لكن نولي نخمم جوستمون اوسع شويه تولي مساله سياسيه وما نجموش نقولوا راهي ماهيش سياسيه. علاش؟ على خاطر اذا كان اليوم احنا عندنا وضعيه فلاحيه كما هي اليوم راهو على خاطر على مده قرون سنين مارسنا سياسات معينه وجهتنا نحو ان نخدموا الزيتون والدقله والبرتقال دونك نصدروا دونك الانفراستركتور الادريك نتاعنا ماشيه للتصدير دونك الكياسات نتاعنا ماشيين نحو التصدير كل شيء المنظومه الانتاجيه الفلاحيه كلها ماشيه نحو التصدير الوغ كو ماشي على الاخرى المواد اللي احنا نستهلكوها محليا المنظومات نتاعها ماشيه وتدقدق. وهذا هو الريزلتان نتاع مفهوم الامن الغذائي بمقابل مفهوم السياده الغذائيه. وهوني تطرح حكاية الترانزيشن تحكيت عليها بالكدي بشويه بشويه الحكايه معناها باش تدخل تبدل من منظومه انتاجيه ولا نمط انتاج تعدل نمط انتاج كفلاح عندك مصروف وعندك وقت دونك فما ان بيزوان داكومبانيمون اي دو سوتيان على الاغريكولتور دونك لازمنا ندعموا الفلاحه نتاعنا وندعموا خاصه الفلاحه اللي هي في تطور التنوع والتجدد والاستدامه و و و وتطرح دوكو حكايه لو بري. وقت اللي المنتوج الفلاحي نتاعنا نحبوا فيه مواصفات معينه المواصفات هذيك ما نخلطوا نعملوها الا ما نستثمروا على الاخر في الفلاحه وما نخلطوا الفلاح ما يخلط يوصلها الا ما تولي سعرها غالي على المستهلك. وهوني ربطه الاخرى المشكله الكبيره الاخرى في تونس فيما يخص سعر المواد الفلاحيه كيف انت على خاطر تحب تخلق ان افونتاج كومباراتيف تتخلي الشهر نتاعك على مستوى البلاد الكل طايحه على الاخر من الموظف للاستاذ اللي يخدم في البريفي كلهم طايحه على الاخر الشهر ايش لازمك تعمل يلزمك تطيح في سعر المواد الفلاحيه الاساسيه دونك تخسر الفلاح وتخليه يتخلى على الفلاحه المعاشيه ويزيد يمشي نحو الفلاحه اللي ينجم بالكش يصور منها حاجه اللي هي مستنسفه وعلى الدوام ما تمشيش برشا دونك هذاك البلوكاج ماشي دونك مربوطه زاده بسعر المواد الفلاحيه. واللي قاعده نشوف فيه توا على لي ريزو سوسيو في هل ليه ها مش المقاطعه حاله الوعي العامه حاله الوعي العامه خلقت تساؤل جوستومون شنو ما هالقيم اللي احنا نحبوهم يكونوا موجودين في المنتوجات نتاعنا وش معناها منتوج تونسي وش معناها الفلاح اللي احنا الفلاح نتاعنا كيف يبيع اسكو لازمنا نمشيو له وين هو لازمنا نخلقوا تعاونيات دونك هي ان فري ديبا على لي كيسيون هذوما كي ان فري ديبا كي قديم جديد يعني متواجد وبشويه بشويه وتوا سا اكسبلوز عاد لا كيسيون جوستومون كيفاش اون بو فير بور كو كيفاش نقولوا هالحاله الوعي هذيا كريستاليز او موان دي برينسيپ دو كونسوماسيون للمستهلك يولي وقت اللي يجي كونسوم يريزوني بمنطق فلاح قاعد يحاول انه يغير ويشجع الفلاح اللي قاعد يغير وهم ميم طون يفرض على الدوله ويفرض على لي انستيتيوشن انهم شانج دو بوزيسيون بارابور الامن الغذائي سوريونت فيغ السياده الغذائيه يزينا معنا فوالا ميرسي شكرا من بعد عندنا هيثم يظهر لي عنده الفلاح. كنت زريعة باتيكمون كل
شوف بلاس لوكال نتاعنا نخليه ونخليه وحتى كي نحبوا نعملوا حاجه جديده نمشيو نشريوها من السوق قريب وموجوده معناتها ديسبونيبل. والدلاع اول حاجه نحكي شكون نحكي على الدلاع احترت عليه معناتها نسبه عليه صغيره ما احترت عليه. والباساج من الاجريكولتور اللي كنا كانت موجوده في تونس اللي عاديه حتى للمونوكولتور جو لي فيكو جو لي فيكو مون بير فاي سيرميني معناتها سيرميني بلوزيور فوا وعاود وقف على ساقيها على خاطر بشويه بشويه رجع يحسب بوترو. فما حاجه اللي هي سيت اون توندونس لورد جات من بعد الحرب الثانيه وهي انه لو سيكتور اغريكول ملي كان الرول نتاعو الاولاني هو انه يوكل الناس في المنطقه واكثر من المنطقه تعدى لانه ولا ان سيكتور مارشان بور الغايه نتاعو هو انه يغني لو بارا اغريكول فورنيسور دو ماتيريال. C'était principalement les fabricants de tanks, les fabricants de matériel d'asler, ils sont reconvertis en tractorat ou à l'omajara. Fournisseur, il y a des gens qui sont dans le mode chimique, qui sont dans le mode chimique. Et après, il y a la troisième partie, qui est les semences. Khaltou relativement plus tard, ou Khaltou avec une combinaison, l'ingénierie agronomique, l'ingénierie, dakhlet fil l'ajja, fahmethom li najmou yahamlou haja qui est encore beaucoup plus puissante que qbel. Li sar houa annou min loul, j'ai sur des terrains qui étaient extrêmement riches, moyenne matière organique généralement plus que 10%, ce qui est énorme. Où j'ai au khidmou fihom, عبارة على Indurain, je كنت فاكرو le coureur cycliste, le bonhomme a des dispositions exceptionnelles. Ou يزيدو زرقول ولا extraterrestre. شد 10 سنين, انت تجي sur un terrain agricole qui est extrêmement riche. Ou تزيد دوبي تعطيه كو ستاركو كمانيت. هي جيبل يطلع لك دو فوا بلوس ناس تبلانجيت في هذاك وماهمش فاطنين اللي هو سي لا كاليتي دو تيران دو سول كي في كو ايزون دي سور روندمون زادوا عليهم لو ترافاي دو سول لو ترافاي دو سول اللي هو من الاول سور دي تيران اكستريمون ريش يغني انكور اون فوا يدون دي روندمون معناتها لي بروميير زاني يبوست لو روندمون زادوا عليهم لو ترافاي دو سول الميكانيزاسيون ال بيرمي دو ترافاي بوكو بلو لارج معناتها اللي كان يخدم في كتار يولي نجم يخدم 10 واللي كان يخدم في 10 يولي يخدم 100 ولي روندمون حتى كان ينقصوا شويه يقعد هو يصور اكثر برشا على خاطر ولا il agrandit ses surfaces de culture. زادوا عليهم لي سومونس اللي جاوا عملوه هما بشويه بشويه خلقوا براتيكمون بور تو دي فاريتي دي اسبيس des spéculations agricoles qui ne vivent pas naturellement. Qui fait-t-on fait trab naturellement, ils moutent. Ils moutent au khatr yomurdu, ils moutent au khatr mihamlouch, kalit l'mea, ou la kathrat l'mea, ou la kathrat l'humidité, ou la kalit l'humidité, ou la kathrat matière, mais mihamlouch hatché. Ou les tbaka andom haja, c'est des formulas. C'est-à-dire que qui t'a-t-il un kulché qui me yilze, y'a-t-il accès à la production. Mais ils coûtent plus cher, ils coûtent beaucoup plus cher. C'est un glissement où il nous a fait l'air littéralement. Il y a l'industrie para-agricole ou l'industrie agroalimentaire. C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire, le conventionnel. C'est le conventionnel, c'est-à-dire, ou le monoculture. C'est-à-dire qu'il produit de plus en plus, la fuite en avant technologique fait qu'il produit, il essaye de produire, il fait de faire de l'intensification. Donc il produit de plus en plus dans un terrain de plus en plus bas, avec des coûts de plus en plus élevés. Pour produire de plus en plus dans un petit terrain et vendre de moins en moins cher. Et les, avec des rentabilités qui descendent à zéro. Nati, comme un exemple très très simple. Fi seconde. Jib ou fizzeré un tatmatem industriel. Tachlet le mien, 120 tornata fil hectare. Production. Tachlet. Bich ta'amel 100 tornata fil hectare, yilzmek tusserf l'équivalent ta 80 tornata fil hectare. Tusserfhom. Tchottom fil trab. داكوردو معناتها كان تعمل 10 ملايين لازم تصرف 8 ملايين. اون فوا صرفتهم 8 ملايين نتاعك تلقى روحك دون اون بوزيسيون وين تبدا مذبوح. عندك 100 ولا 200 ولا 300 طرناطة باش يتيحوا لك في ظرف جمعتين. ما تنجمش تلمهم كي تعمل حكمة. ما تنجمش تهبطهم في السوق كي تعمل حكمة. حتى حد ما نجم ياكلهم، حتى حد ما نجم يشربهم، حتى حد ما يعمل. فما كان واحد معمل ينجم يقبلهم. المعمل وقت يجي يذبحك في السوق. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو أنه l'approche اللي شكون قال قبل ما عادش يعرفوا يحسبوا الناس لا ميم سومونس كي دون دو 80 دو 100 طن اذا كان جيت تخدمها بالليكيفالون دو لا مونوكولتور ان توكا مش كونفونسيونيل مش كيميك توصل عليها ليكيفالون دو 10 طن
تصور لك 40-45 طن، يعني لا مارج avec un risque qui est de 10 tonnes, la marge elle est de 30-35. Dans l'autre cas, avec un risque de 80 tonnes par hectare de dépenses, tu as une marge, si tout se passe bien, de 20. Et quand tu as cette marge de 20, tu peux être sûr que l'industriel, il vient et il t'en bouffe 10. Insa. Khatri qol lak andak flous msawwer enti sna wach tahab. Le troisième point, c'est ce que madame, c'est-à-dire que nous sommes dans un système féodal, fitouns, qadin depuis Ben Ali, le fallaha, yoklou ou y combat la cherté de la vie, c'est-à-dire on est dans un système de salaire bas, fil jomhouri tounsi el koul, pour avoir des avantages comparatifs, les coûts absolument sérieux, ou fil industrie, ou fil koul cheyra. Ou pour pouvoir se le permettre, nous appuyons sur les paysans, al khat les paysans, ils n'ont pas le moyen de protester. Moi, je voulais juste en attendant dire que là où les ministères en ont conscience, ou d'ailleurs, j'ai Sahar la convention avec la VFA, l'Agence de vulgarisation et de la formation professionnelle. Et les Houma pour eux, c'est énorme. Vous êtes le fléau, dit le Jamaïa, ou de coule, Rabbi, Aounouna, Kaounouna, à la khatr la permaculture. Smaana biha et pour nous c'est un modèle innovant. Ala khatr meshkel nta al-fellaha fi Tunis, ma qaadin njarbo fi l'aquaponie, l'hydroponie, la qaadin njarbo fi barcha hajet et ma la permaculture tadhhar une solution d'avenir. Ana je prends j'ai le mouvement politique, j'ai le projet avec le parlement, je monsieur تدل عليك خاطر بك قاسين عليه مرتين مره للتناصف ومره pour un avantage comparatif التناصف سيتي لا لا بالعكس التناصف ماذا بيا اما النوع الهيمنه الاخرى لا دونك enfin وين حبيت نرجع en fait عايش كيف مقسمي دونك البيرماكولتور en fait انا شاطري جريدي دونك عندي جدي كان يعمل برماكولتور من غير ما يقراها من غير ما يعرف حتى شيء يعيش في وسط الواحه يسموها الغابه فهمت وهي غابه جوستومون مع تستن فوغي مع ستو فوغي فينالمون بالخضره وبالتكروري وبكل شيء موجود فيها معناها انواع اي حاجه تطلعها ارض تونس معناتها ارض الجريد غادي تطلع من بعد تليك معناتها شويه من رطابه ليدين اللي هي الكونتكست انترناسيونال ومن الحنه اللي هي البوليتيك اللي خذتهم تونس بعد الاستقلال الكونتكست انترناسيونال هي الحرب العالميه الثانيه اللي هي صنعت كريز اللي خلت المجرمه نتاع وزاره الدفاع الامريكانيه يديفلوب الدي تي تي والفازت هذوكم الكوليفهم والميكانيزم نتاع كيفاش تصنع انسكتيسيد وكل شيء دونك دخلوا لي زانترون شيميك وفي تونس كيفاش اللي بقينا مذبذبين في الاول هنا نحروا في الاقتصاد باش يولي تونسي من بعد اللي كتولي تعاضديات من بعد اللي كدخلنا في الليبراليزم اللي هو ديجا فريمون معناتها ماهوش ليبراليزم اللي تكتب وتعمل في بلدان اخرى ان توكا اللي حبيت نحكي فيه اللي سيتويسيون دو كريز هذيك اللي صارت في الحرب العالميه الثانيه وفي حرب الاستقلال وفي صناعه دوله جديده هي نفسها الكريز اللي صاروا على البشريه الكل كيما مثلا في المومون اللي حتى نرجع معناتها اركيولوجيك موبارلون الانسان وقت اللي استقر وقت اللي كان رحاله جد بريود استقر فيها نتاع 5000 سنه نتاع اج جلاسيال مين اج جلاسيال مش كبيره برشا دونك صارت نوع تاع كريز العباد نسيت شنو كانت تعيش خاطر لي جينيراسيون بعد اللي كتنسى اون بلوس ثم نوسيون تاع انك تذوق حاجه سهله امبوسيبل ترجع للاصعب اون كومباريزون خاطر انا نتفكر انا واحد مولود عام 91 دونك نتفكر قبل كان الكسكسي والمقرونه وكل شيء كان صبر ملي ولت بكويت ميماجين بلو نمشي للحانوت مش جراند سيرفاس ناخذ منها حاجه صبر دونك اللي حبيت نوصل لهنا اللي لي سيتوياسيون دو كريز هذوما اللي تنجم تتعرض شويه مع ماركس معناتها داير معناتها الكريتيك عندي لهنا اللي مش ال 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 الفاسون دو فيفر ولا اللايف ستايل ديزون اللي عايشين به نتاع ان كنا في الماكولتور هي ما نجحتش دونك مشينا للوضعيه نتاع الفلاحه الاندستريال لا صارت كريز اخرى خارجه كاريمون على الكونتكست نتاع الماكولتور معناتها ما وصلتش تعز التناقضات باش تولد في روحها هي الماكولتور ما عادش نجم توكل العباد دونك لازم لا صارت حاجه اكسترن كيما شونجمون كليماتيك للعباد قبل باش ولوا يعيشوا سيدونتاريزم من هي تخلقت النوسيون تاع الدوله دونك كيما فما دي جروب انارشيست كي سوبوز للدوله على خاطر سيتي با سا لا ناتور تاع الانسان
نشوف اللي البرماكولتور هي بيدها سيت ان موفمون دو ريزيستانس، وديما تطرح نفس المشكله تاع لي موفمون دو ريزيستانس الموجودين في العالم الكل. كيفاش احنا بدنا هذا نورمالمون تبعك مدمنا حاضرين لهنا نسمو واعيين بالوضعيه اللي ناكلوا فيه او موا كونسيريجين او موا، هذه اتفه حاجه تنجم تخليني ما عادش نحط في فمي الماكله اللي موجوده تو في الدنيا، ابار انها تاكل في عرق العباد، ابار انها فما تخرج لبرا، انها الماء نتاعنا يخرج لبرا، انهم البذور نتاعنا ابريق، معناتها برشا دي فاكتور. اما صعيب ياسر بالرسمي، صعيب عليا نخدم 8:30 ل 5، صعيب عليا برشا نمشي للفلاح، صعيب عليا برشا اني نكونسيرفي في فريجيدير طماطم ولا بصل ولا، معناتها كيفاش نجموا معناتها التخمامه هذه دو ريزيستانس اللي هي ماهيش رجوع التالي راهو، مي بلوتو ادابتاسيون للموجود، ماهيش معناتها برماكولتور معناتها باش نعيش كيما جدي، لا لا نعيش كيف ما نحبش نعيش كيما جدي داير. اما الفكره اللي كيفاش نجموا نبوبولاريزو البرماكولتور كوم ايتون حاجه ماهيش رجوع ماهيش سلفيه، مي بلوتو راهو على خاطر فما برشا تناقضات صايره في وسط الوضعيه نتاع الاغريكولتور اندستريال، دونك راهي العباد تموت بالموجود. نخمم جوستومون جو رجوان ليلى لهنا خاطر داير عندي برشا حمام اللي صارت الانتخابات اللي احنا توك في سيتواسيون دو كريز اكسترن، مش على خاطر الاندستري هي عملت تناقضاتها والعباد تولت تفدت من الماكله هذيك، لا لا فما كريز اكسترن من برا تنجم تخلينا اون سانفيلتر في حاله الوعي جوستومون، وندخلوا حاجات كيما هكا ونردوهم شعبيين اكثر. دون ان سونس اللي يا ناس معناتها صحيح رانا مانيش متقلقين معناتها فيزيبلومون ك بوبولاسيون كامله، سامحوني على الكلام، ك بوبولاسيون كامله بالاغريكولتور كونفونسيونيل، اما هيا نحلوا الديبا، خلي تدردر تويكا مادام مدردر الداير، وين باش تصفى معاش بنجم جوست نجاوب. الجمعية نورغانيز دي معناتها لا سنسيبيليزاسيون. لا جملة لا نعرف انا شون تران دو ريبون، خلينا شوية كوميونيكاسيون على الجمعية. لي نعملوا بالحق في بينا اللي باش يخلط الفلاح يبيع ويرقى المارشي نتاعو والمستهلك يرقى الفلاح اللي عن شكون يبيع، يلزم شويه زاده معناتها سنسيبيليزاسيون اللي ما عنده حتى علاقه وعنده كمان جوست ان بتي بو دو كونسيونس. اون اورغانيز دي اكسيون دو سنسيبيليزاسيون راه حفظ الزراعه سي افون تو c'est le sommet de l'iceberg, c'est de la sensibilisation et c'est de la communication à Zaria al-Mahalaya. Le dernier qu'on a fait قبل وعام كامل. نعملوا عملنا السنه جمعه كامله فورماسيون بيرماكولتور غراتويت. علاش عملناها؟ سيتي استراتيجيك راه وعملناها في الجنوب، وجاو عباد من زاير من فرنسا من كندا وجاو باش يتعلموا البيرماكولتور، وعملناها ماهيش في اوتيل، عملناها كامبينغ وتواليت سيش وما عندناش فلوس، ويجاو نعلموكم هذاك اللي نجموا نعملوه، نجموا نعلموكم وجاو العباد. وعلاش زاد عملناها؟ باش نبداو ونشوفوا شكونهم اللي عندهم دي بروجي، مش جوست يحبوا يفهموا ولا لي اللي جاوا الكل ا ببري 90% سيتي دي جون كي اون دي بروجي دي فري بروجي ايكونوميك، دي جون اللي شريوا ارض يحبوا ينطلوا ما يعرفوش، دي بيرسونز اجي باش ياخذوا الروتريت عندهم بروجي بعد الروتريت نتاع ميزون دو تما فيها دي اتوليي وفيها برشا حاجات عندهم في مخاخهم لي بروجي autour de la permaculture. Malta, l'objectif c'est un projet, mais nous avons comme moyen la permaculture. Hey, marhaba bikom. Mais je t'abdil. Au lieu de mettre des produits de synthèse, c'est plus stable, c'est autre. Moi je t'abdil, mais badlouche. C'est pas un changement radical ce qu'on fait. Par exemple, là, je n'aime pas. Je sais pas, je le mettais. On s'inspire de ce qui se passe sur une petite surface. Et on parle qu'un jour sur un grand territoire, on fauche l'herbe. Le tracteur, par exemple, j'ai un tracteur négrifié, pas ça. Quand il a fait, il y a quoi, 4 semaines, puis il a fait l'herbe complète. J'ai tout à l'heure, il y a 4 ans, j'ai dit, hash, l'hashish. Il est arrivé là, hash, il court, j'ai négrifié, j'ai tout à l'heure, il m'a dit, oui, il a perdu 3h30 quand même. J'ai dit, imagine, tu as vu que quand tu as dit, nous sommes à la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, ou la semaine prochaine. Tu vas gagner en termes de clients, et en plus ton tracteur ne va pas te détériorer. Quand tu as compris, quand il chame, fait, quand il s'effrite, c'est-à-dire qu'à la mazout, quand la même énergie dépensée en Guyane, tu vas la dépenser ailleurs. Donc sur une grande surface, c'est un tracteur. Et on fait appel à la technologie. C'est un projet, mais
اون فا سانسبيري من البيرماكولتور. فهمتني ولا لا؟ فهمتك. كما مش غاديك الفلاح اللي زرع اليوم عنده ثلاث هكتارات برتقال مالتي باش يبدل؟ ما يبدلش. يبدل حتى هو ديجا ما حدثش عنده برتقال. يسادابت. معناها باش يبدل سون مود دو برودكسيون. هو راه باش يبغى غير شونجي يبغى اجوتي اش كيفي اجوتي خاطر هي تعرف شنو هي تحبها الحكايه هذيا تكون تحبها مثلا كي تعفس الحشيش ما تقلقش تقول زعما تحته حنش تحته درشنية لازم تحبها الحكايه سينو اذا تحبها نظيفه الدنيا كاين واحد تسيق الدار وقتها يقول شنو باش نبدل انا خلص السؤال معناها شنو تولي سي بون جوست حبيت تكنيكمون تكنيكمون هاي قال لي وقتها قال لي انا البرتقال نتاعي يكون مسقط عديت له السقف عروق وكل طلع فوق ما يتحرش نخدم تحته يلزمني برشا وقت باش نحاسب من رجل الارض ونبدل الرواب والبواب بالنسبه لي هو في الوضعيه اللي هو مذبوح ما ينجمش يتقدم هذه دونك سي تكري دو سول دونك لو سوتيان لو سوتيان هو ينحي ليغويزم دونك كيل سونس انه عنده 20 هكتار 30 هكتار يبدا يفوت ديماري على خاطر احنا نوتر بروبليم قالت مقبيك الانس في الاوربانيزم يا دكتور انا نوتر بروبليم هي اوربان ديكسيلونس مشكلتنا في هكا في اللي معناها سي ان بروبليم دو فون هذوما المشكله نتاع الفلاحه انه يجي يقول لك انا كي باش نبدا اليوم يلزمني دي مويان ويلزمني شكون يعمل لي سوتيان دونك هو لا هو يلزمه يجي يقص الارض نتاعو ويبدا بالسياسه يقولوها بالسياسه دونك كيل سونس لو ديماراج يكون معناها يتسانسبي دو سكي سباس يمشي يجرب ويبدا طالع مش يقول انا يا نعمل هكا يا ما نعملش دونك هذايا هي ترانزيسيون ويظهر لي لو ديبا نتاعنا هي اول حاجه بدينا بها في الترانزيسيون ان شاء الله ديجا بور كومونسي لو ديبا باش ندلدلوها كيما نقول هكا واخر الوقت une petite question حاجات باقيه كما نقول جوست بعضنا بعديك بعد في الانسات فما حسب ما قال الانجنيور غاديك اختاروا الزيتون النادر جدا موجود في تونس انتم كان كجمعيه نجموا تشوفوا وتاخذوا العينه منهم حبيت نحكي على الزيكونوميست اللي توا قاعد يعمل في بريسيون باش ينحيوا الاشجار ويدخلوا الاشجار نتاع جوستمون نتاع اسبانيا قال لك يلزمنا نوكلوا الشعب Le raisonnement économique, oui, donc pour faire la pression Cette pression-là, ce raisonnement économique, on l'a entendu dans le monde entier depuis des années. Et c'est ça qui a fait que, au sein de la Lyon, on a dit que c'était la ravi, c'était le doué, c'était le doué, c'était le doué. Nous, quand on a dit que c'était c'est qu'ils ont compris que c'était plus là, c'était plus, c'est fini ce discours-là. Et là, qui est là, on les demande, Lyon, c'est-à-dire qu'elle m'a dit GIZ, ou qu'elle m'a dit l'Union Européenne, ou qu'elle m'a dit les hôtels, ou qu'elle m'a dit l'arbitre. الكل يحبوا يمشيوا في طريقة أخرى على خاطر الناس الكل فهموا اللي سو موديل ايكونوميك لا سو موديل داغريكولتور لا ني بلو بوسيبل il n'est plus possible pour la survie de l'humanité rana باش نموتوا راهو بالمغلي قاعدين ناكلوا فيها ليه من الاخر c'est je peux plus entendre je sais que c'est une des راهو c'est le premier argument on peut pas on peut j'ai dit ماخذ انا انتخابيه تي ليه جي وني الاحزاب جي évidemment الاحزاب يجي pendant les الحمله الانتخابيه Alors, pour finir, Ena, et je termine, l'utopie, je suis complètement utopiste, on va dire optimiste désespéré, mais il faut être optimiste et utopique. Ena, le rêve absolu, c'est que le falaha, ou surtout le falaha zghir, c'est plus long. Le falaha zghir, tawa inajm, ou li andu aravi, msaibi, ينجم يعاود يخدمهم يبو كريي معناتها ان موفمون ايكونوميك في الجهه نتاعو راهو انت كي تحط جهه وجهه 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 تيا اون ايكونومي تولي تعيش الحي هذاك البلاد هذيك تولي تعيش فما كلكو شوز كي سو باس الخدمه يجي وتخدم عبيد توكل العبيد تخدم وتوكل فوالا دابور il faut travailler région احنا quand on parle régional on parle de région climatique On parle de région climatique, mouche de région Génoub, Chamel, Mach. On parle de région, pas de gouvernorat, je veux dire. On parle de climatique. Ça, c'est l'utopie. Il fait un système de distribution de ses produits qui est géré par lui. Qu'est-ce que
C'est lui qui gère et qui décide de son système de diffusion de ses produits. Ou le haja. Thani haja, il sait qu'il y a un nasr dans les Imarats, il n'y a pas de jnina, ou c'est fini, il n'y a pas de... Mestah. Ou femme a des jardins urbains, bah la chouf le Québec, il y a au moins 40. Bah la chouf les jardins urbains, les potagers urbains, les qadines, moujoudines, n'a jmouna nous khir menom zed. Et mais c'est une volonté, Stana, c'est une volonté politique, blhaq, oh, thani haja, on n'a pas les moyens. Raoul Beladiyet, Madabin, on fait des projets, Ntal Beladiyet, qui peuvent être financés, ils n'ont pas les moyens, ou les bailleurs, Mihabouch, Lyum Kalouheli, l'Union Européenne Kalouheli, Kakil Beladiyet, ils n'ont pas les moyens de gérer ce genre de choses, et les bailleurs ne veulent pas financer ce genre de projet. Allez, c'est pas suffisamment cher. Les bailleurs internes, et les Najmouyam nous les projets, ou Ikam nous les projets, Jéin Melbarra, c'est une réalité. Et là, j'ai un seul bailleur, Rouge Twins, où on a fait des dons de Twins, il y a un dom, les Bessalihom. Et là, Tawab, je vais lancer un Kiss Kiss Bang Bang, à la 10 000 dinars. Qu'est-ce qu'il faire? Allez, je me le quitte, je connais Yahouenna. Fitouls, je n'ai pas le choix. Donc tout ça, c'est une il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques, il y a des lois qui existent, il y a des conventions qui existent. Donc, femme a une volonté. Rit, femme a la volonté, m'chappe. La volonté de faller, la volonté de l'idarat, la volonté de l'abbé de l'école yahabou. Emma, merkaouj qui fait chibdeou. Ahna, j'aimerais y aller. Là où je passe ma journée à répondre au téléphone. Oui, l'abbé dit, ma journée, ouana je règle. Raou, outil. De luxe, il dit, Koli, Esmara ou le propriétaire de l'hôtel, un Singapourien, j'ai amal talahne, kalk shbik, zrat des arbres, li mahom shtouensa. Et là, en Singapour, il dit, yarki, un hôtel tunisien de luxe, où il dit, Koloubara, mchi, chouf, le permaculture, j'ai là où j'ai l'association de permaculture, où il dit, koum, je t'amlou, kaïten, kali, esma, au moins, n'a pas de démonstration, maleta, bach, Singapourien, maleta, il y a des hôtels, donc, chouf, où il wastlet l'arkei, les moyens, il faut des moyens. À un moment donné, le bénévolat, c'est pas possible. On a énormément de demandes. Saïd Kimajihed, c'est un paysan qui a son modèle économique. On a des demandes qui dépassent nos capacités. Et de plus en plus, parce qu'il y a une demande qui est exponentielle. Exponentielle du consommateur, du producteur. Donc, Moscou de financement, Moscou de formation. Des lois. Moscoute des lois. Lesquels Mohamed Moukata, Mahkinesh, Asser Alwaï, le consommateur, ou tout ce qui vient avec. Inch'Allah, même, je vous m'abarde, on a un autre live, où on a un archive qui m'a fait un peu. Au sucre, on a juste un peu de choudour ou à te faire. Mais à Tchikoumane, ça a été un peu de choudour. Ça a été